لا توكلنا على الله. خلاص كن جاهز. هاي يلا شوف منو المقدم. المقدم دكتور منو؟ دكتور نادر. طيب دكتور المقدم نادر محمد صالح. هاي بخليه كو هوست يا بروف لو عملت المقدم اعمل كو هوست. اوكي الاسم اسمه مين في الزوم؟ اسمه محمد. محمد صالح. محمد صالح. اوكي محمد صالح. محمد صالح وين هو؟ ما يكون طلع كمان. لا بكون قاعد لكن بس هل اسمه نازل في زوم محمد صالح؟ للسؤال لانه انا ما شايف محمد صالح الان. هو كان فيه لكن ما اعرفه انا فعلا. هل مرق؟ مرق هاي زين. كده خش له في الواتساب. خش له في الواتساب كده اساله اقول له وين انت. انا شايفه طبعا في اللايف. اللايف بدا الان وهو ظاهر فيه. يا ربي داخل بالرقم ده ولا شنو؟ ما احتمال يكون داخل بالرقم ده. انا لانه عملت ميوت للجميع فلازم تمرق. والزول ده منو؟ الاسم ظاهر قلبي عبد الله احمد. اه اوكي معناه عبد الله احمد ده تعمل له تعمل له كو هوست. عبد الله احمد ده تلات في عبد الله احمد واحد ده انا داخل به هوست وفي كو هوست انور وفي نادر. طيب عبد الله عبد الله احمد وين يا اخوانا؟ مرق مرق هو مرق معناه اللي يجي راجع ثاني. محمد صالح هاي جه داخل بمحمد صالح. دخل جه داخل بمحمد صالح. هاي يلا محمد صالح ده تقوم تعمله شنو؟ اوكي تعمله كو هوست. بعدين يا بروف عبد الله اعمل ريكورد في خيار بتاع ريكورد تعمله في جهازك. أوكي. لو في بعدين لو في اي حاجه يحتاجوا ناس دكتور انور يرجعوا لك فيها ممكن. على اساس انه هم بيحرروك يوتيوب. اوكي توكلنا كده تمام 100 100 يبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الامين. مواصله لسلسله محاضرات فرع علوم المختبرات اللي هو فرع مبادرة الباحثين السودانيين للبينة الطموح وتحديات التنفيذ. اليوم في محاضرة رقم 5 بالنسبة لعلوم المختبرات في بريطانيا بين المراكز البحثية والمستشفيات. اليوم غنيون عن التعريف دكتور محمد صالح هو حاصل على BSc بكالوريوس في البيوميديكال ساينس والماستر برضو في البيوميديكال ساينس من جامعة شيفيلد تام يونيفرسيتي. وكذلك أيضا يعمل في عامل PhD في الكانسر ثيرابيوتيك اللي هي علاج الكانسر من معهد علاج الكانسر في برادفورد يونيفرسيتي. الناس اللي اليوم متشوقة في الاستماع على النظام البريطاني ومنهج لعلوم المختبرات حتى نسمع. فليتفضل دكتور محمد صالح يفضلنا عن نفسه ومراحله المختلفة وثم بعد ذلك عنده الخيار في انه يعمل شيرينج للليكشر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا دكتور نادر. شكرا دكتور أنور ومبارد الباحثين السودانيين عبر السوشيال ميديا. أنا محمد عبد الله محمد صالح. درست البكالوريوس في بكالوريوس مختبرات طبية في جامعة شيفيلد هالام يونيفرسيتي وماجستير في جامعة برضو نفس الجامعة شيفيلد هالام يونيفرسيتي وحاليا PhD student في الكانسر ثيرابيوتيك في الانستيتيوت اوف كانسر ثيرابيوتيك يونيفرسيتي اوف برادفورد جامعة برادفورد. سامعني معلش. الصوت واضح. واضح بس عشان اعمل شير للسكرين بتاعي. فما ظاهر ليه شير معلش عشان نقدر نشير
دوس البوربوين تحت يا 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 دكتور احمد صالح الاسفل هاي من عليك لك هاي. طيب ظاهر كده لا. طيب انت اوريك انت وقف 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 الشير ايوه كده تمام كده تمام مية كده ظاهر تمام كده ظاهر اعمل فور سكرين بس. طيب تمام ممتاز واضح يلا ممتاز. الليلة محاضرتنا عن الـ Biomedical Sciences in UK Research and Diagnostic Laboratory يعني مجال المختبرات الطبية. كبيره يا اعمل لي اوت بس تمام كده. ايوه مجال المختبرات الطبية في بريطانيا في المستشفيات والمراكز البحثية. فزي ما عرفت نفسي انا محمد صالح again حاصل على بكالوريوس وماجستير بتاع بايوميديكال ساينس من جامعة شيفيلد هالام وحاليا طالب بتاع دكتوراه في جامعة برادفورد الدكتوراه بتاعي في الكانسر ثيرابيوتيك في المعهد بتاع علاج السرطان في جامعة برادفورد. وبرضو عندي بيرسونال ديفلوبمنت بروجرامز كليدرشيب بروجرام وكارير منتورينج سكيم في البايوميديكال ساينس Research and Innovation Program in Health and Wellbeing. طيب ال content of our outline الليلة outlines بتاع lectures أو بتاع presentation. أول شيء هنديكم introduction عن المختبرات الطبية عموما أو biomedical science عموما. How many percent worldwide decision بتاعت المختبرات في مثلا في الdiagnostic وكده. وبرضه في نفس الوقت هتكلم عن الـ Education System in UK Universities مثلاً الـ Curriculums والبكالوريوس والماجستير والـ Credit Hours وكده و Types of Masters Available in MS in PMS. PMS اختصار طبعاً Biomedical Science. في أنواع كثيرة من الماجستير نشوف which one is the best للناس اللي مثلاً جايين يحضروا ماجستير هنا في بريطانيا والمثلاً المنح الأفيلابل فيه مثلاً السكولارشيبس الأفيلابل في الماجستير. وبرضو أديكم إكسبيرينس عن نفسي في البي اتش دي وهاو ديد اي جيت ذا بي اتش دي والفاندج بي ام وين مثلاً وهاو تو جيت فولي فاندد بي اتش دي تمام. وبرضو I will drive you through the biomedical science jobs in diagnostic and research lab والrequirements بتاعهم شنو بالضبط عشان تشتغل مثلا كresearcher في أي في industrial أو research lab أو academia أو مثلا في المستشفيات مثلا في NHS hospitals زي national health service تمام للdiagnostic أو clinical labs مطلوب مننا شنو بالضبط عشان نشتغل في diagnostic labs أو clinical labs. وبرضه I will drive you through again في الـ IPMS يهو الـ Institute of Biomedical Science Membership and HCBC Registration. طبعا IPMS اختصار لـ Institute of Biomedical Sciences تمام والـ HCBC اختصار لـ Health Care Professional Council. أوريكم بالضبط الـ IPMS شنو وال HCBC شنو والعلاقة بيناتهم شنو بالضبط يعني the relationship between the IPMS وال HCBC تمام. طيب في الانترودكشن زي ما طبعا غنينا عن التعريف البيوميديكال ساينس هو شنو is one of the broadest areas of modern science to study medicine يعني مثلا from determining the blood requirements of critically ill patients to identifying out breaks of infectious disease to monitoring biomarkers in cancer. أكيد طبعاً المختبرات الطبية الناس اللي خصائين المختبرات الطبية بيشتغلوا في المستشفيات في التخصصات بتاعهم الديسيبلين المعروف كلينيكال كيمستري ولا مثلاً الهيستوباثولوجي والسايتوباثولوجي والمايكروبيولوجي to analyze the diseases of the patients تمام. وبرضه شغلهم برضه متوفر في الاندستريال ومثلا في الكانسر بايوماركرز عشان مثلا
to diagnose the cancer patients. وفي نفس الوقت to find the novel drugs مثلا في الكانسر أو مثلا new drugs في أي في أي مرض يعني تمام. وفي نفس الوقت البيوميديكال ساينتست most work in health care laboratories. زي ما احنا عارفين البيوميديكال ساينتست أو ال MLS زي ما بيقولوا في السودان طبعا الاختصار بتاع في بريطانيا طبعا بيقول لهم بايوميديكال ساينس وفي السودان طبعا اكيد انتم عارفين اسمه ميديكال لابراتوري ساينسز تمام. والشخص المختص في الـ في الـ في البايوميديكال ساينس بيقول له بايوميديكال ساينتست. طبعا بعد ذاك بيكون في مثلا اخصائي واستشاري وكده ان شاء الله بيقول او ويل تيل يو مور في النكست كابل اوف سلايدز تمام. زي ما قلنا في هم زي جوين في الهيلث كير لابوراتوريز دياجنوزينج ديزيزز اند ايفالويتينج ذا افكتيفنس اوف تريتمنت باي انالايزينج فلويدز اند تيشو سامبلز فروم بيشنتس تمام. اوف كورس زي ما احنا عارفين يعني وورلد او ناشونالي الناس المختبرات الطبيه وانا يعني فاندمنتالز او مثلا اسينشيالز لازم يكون في واحد بتاع مختبرات طبيه أو ناس بتاع مختبرات طبية يكون شغالين في المستشفيات. مثلاً عندنا في بريطانيا في الـ NHS 70% of diagnosis in the NHS. NHS طبعاً هو المستشفيات بتاع بريطانيا أو Foundation Trust اسمه National Health Service أو مثلاً مستشفيات حكومية بقول لهم NHS تمام are based on the pathology results provided by laboratory services تمام. يعني ال 70% of diagnosis in the NHS are based in the lab work تمام. فأكيد أي واحد مثلا زي ما أنتم عارفين أكيد طبيب أو مثلا الكلينيشن هيطلب مثلا CBC أو هيطلب مثلا culture لأي infection disease وكذا. فأوف كورس زي ما عارفين 70% of the diagnosis بيكون في الـ pathology results تمام. ده الانترودكشن عامة عن البيوميديكال ساينس تمام. طيب نشوف البيوميديكال ساينس in the UK universities. طيب from my experience أنا درست البكالوريوس هنا أديكم الاكسبيرينس بتاعي. طبعا ده أكتر حاجة للناس اللي بيكونوا مثلا الطلبة الجايين سنة أولى مثلا مختبرات طبية السنة دي الناس الشهادة السودانية وفي نفس الوقت ممكن يفيد الناس الأكاديميك ستاف في موضوع الكريكيلامز والكريديت أوارز والديجري أكريديشن وكذا. طيب نحن أنا لما درست البكالوريوس الـ years of study كانت 4 سنوات تمام. طبعا السنة الأولى بيكون فيها الـ basic science مثلا فيها الفيزيولوجي والأناتومي وبيكون فيها مثلا حاجه اسمها سيلولار سي بي سي بيقول له سيلولار موليكولار بيزز اوف ديزيز او السيلولار باثولوجي تمام. انه هو البيزك ساينس تمام. السنه الثانيه بيبدا بعد ذاك السنه بتاعت مثلا يهول بعض التخصصات يعني فيها الاميونولوجي فيها مثلا المايكروبيولوجي والسيلولار باثولوجي والبلوس ساينسز. البلوس ساينسز ده طبعا فيها مثلا الكلينيكال اميونولوجي اللي هو التخصص ده وفيها الهيماتولوجي تمام. فده في البلوس ساينس. والسيلولار باثولوجي طبعا بيتفرع على الهيستوباثولوجي وبعد ذاك في الموليكولار باثولوجي وفي السيتوباثولوجي تمام. ده الكريكولامز والكريديت اورز طبعا كل ماده فيها كريديتس مثلا اي ماده مثلا فيها 15 كريديت او 20 كريديتس وكده تمام. فطيب الديجري اكريديتيشن ان وايز امبورتنت تمام. الديجري اكريديتيشن بيجي من الانستيتوت اوف بايوميديكال ساينس تمام. يعني ليه هو امبورتنت الديجري اكريديتيشن؟ الانستيتوت اوف بايوميديكال ساينس لو ما ادى مثلا الكليه مثلا انا اتخرجت منها هي كانت accredited by IPMS. ليه هو الكريديت الديجري اكريديتيشن امبورتنت؟ لانه
لما تيجي مثلا انت لو تشتغل في اي دايجنوستيك لاب او كلينيكال لابس لازم تكون مسجل عبر حاجه اسمها الهيلث اند كير بروفيشنال كونسل. بوريكم ان شاء الله لما في الكابل اوف سلايدز الجايين هو الاتش سي بي ريجستريشن يعني شنو ذاته. تمام. فانت الديجري بتاعك لو ما اكريديتد اساسا ما هتقدر تسجل مع ناس الاتش سي بي سي ريجستريشن، وما هتقدر تكمل الاي بي ام اس بورتفوليو. الاي بي ام اس بورتفوليو بيكون فيها هيلث اند سيفتي، بيكون فيها مثلا كواليتي كنترولز، بيكون فيها مثلا السبيسيفيك توبيك بتتكلم عن حاجه معينه. تمام. بعد ذاك بعد السنه الثانيه تمام السنه الثالثه بتوين السنه الثالثه بتطلع حاجه اسمها البليسمنت هي. تمام. البليسمنت هي ات از يور تشويس، يعني يا اما تمشي في دياجنوستيك لاب، تقدم في دياجنوستيك لاب زي الان اتش اس لابس كلينيكال برايفت لابس، او تمشي ريسيرش. انت بتحدد الحاجه دي عن طريق حاجه اسمها الكارير اكشن بتاع اكشن بلان بتاعك. تمام. الكارير اكشن بلان بتاعك ذاته في ماده اسمها اصلا بروفيشنال اند ساينتفك براكتس. تمام. من السنه الاولى والثانيه انت بتكون عندك اكاديميك تيتور معك، وفي في سرو الماده اللي اسمها بروفيشنال ساينتفك براكتس اختصار لبي اس بي. تمام. في البروفيشنال ساينتفك براكتس بيتفرع لاثنين، فيها الماده دي فيها البراكتيكال ورك، والبراكتيكال ورك عباره عن كتاب معين، ماده قايمه بذاتها فيها مثلا كل السكيلز، كل البايوميديكال انفستيجيتيف تكنيك او البايوميديكال لابوراتوري تكنيكس كلها، مثلا الموليكولار تكنيكس والمايكروبيولوجي تكنيكس الهيماتولوجي تكنيكس وسو اون. تمام. اما الفرع الثاني بيقول له السكيلز، السكيلز بيعلموك فيه كيف انت تحدد الكارير الفيوتشر كارير بتاعك، يا هو الكارير اكشن بلان، بتكتب عليه ريفلكشن انت في المستقبل عايز تبقى شنو. تمام. هو طبعا ماده وفيها كريديت عديل يعني. تمام. وفي نفس الوقت بيعلموك الجرادويت سي في بتاعك بعد ما تتخرج عشان تقدم لجوبس. تمام. انا ويل شو يو ماي سي في زمن البكالوريوس كانت كيف وكده في السلايدز الجايين، او بوروك كيف تعمل البيرسونال ستيتمنت بتاعك، يعني تو شو يور انترستد مثلا في الفيلد المعين اللي انت هتقدم فيه او مثلا هتاخد فيه فيرزر اديوكيشن. تمام. ده في الـ في الـ في البي اس بي موديول عشان تقدر تحدد البليسمنت بتاعك السنه الاوت اوف بروجرام من الجامعه عشان تمشي تاخد سكيلز. تمام. زي ما قلنا لك it is your choice. انت لو عملت البليسمنت في المستشفيات او في الكلينيكال لابس انت بتعمل حاجه اسمها الاي بي ام اس سيرتيفيكيت اوف كومبيتنس، بتاخد اي بي ام اس سيرتيفيكيت اوف كومبيتنس يعني انستيتيوت اوف بايوميديكال ساينس سيرتيفيكيت اوف كومبيتنس، وده يعني بيأهلك انك تسجل في الهتش سي بي سي اللي هو الهيلث اند كير بروفيشنال كونسل عشان تقدر تشتغل في اي دياجنوستيك لاب تو ديل ويز بيشنت سامبل. يعني انت لو ما عندك ريجستريشن بتاع الهتش سي بي سي ما هتقدر تشتغل مستشفيات في بريطانيا. اما اذا الجوبس بتاعك بيزد في الريسيرش، الريسيرش طبعا ما مطلوب منك انك تعمل الهتش سي بي سي ريجستريشن، وهنجي نطرح هنجي نتكلم عن الهتش سي بي سي ريجستريشن في الكابل اوف سلايدز. انا عندي هنا بس لينك عن البكالوريوس او البي اس سي اونر في البايوميديكال ساينس مثلا في الفول تايم في جامعتي القديمه هو الهضم شفل هضم يونيفرسيتي، ممكن نمشي ونجو ثرو. تمام. فمثلا زي ما قلنا هنا البايوميديكال ساينس كورس عامل لك تعريف عن البايوميديكال ومدينك مثلا الفيز كم. تمام. بعد ذاك الكورس سمري كويس ان هاو تو ابلاي. تمام. وفي فيديو افيلابل ودي لورا كول دكتور برضه كان ده عندها فيديو بتوري انه الانترستنج والكورس كيف. تمام. فبرضه في الانتر ريكويرمنتس. تمام. ان هاو تو ابلاي هنا. تمام.
بعد ذاك في ال ده بالضبط باختصار شديد سمرايز، عايز اقول له داري يرجع يشوف انه نظام الجامعه والموديولز اللي بتدرس فيه ممكن يرجع لللينك ده. تمام، بس ده كان يعني وزن سمري يعني عشان لانه الزمن. فيلا نيجي نتكلم عن التايبس اوف ماسترز اند انتر ريكويرمنتس. تمام، في كذا نوع من الماجستير في بريطانيا. في حاجة اسمها الامساي. الامساي انت لو مثلا قريت 3 سنوات، معليش في السلايد الفات انا متكلمت عن في البليسمنت اتكلمت عن المستشفيات وقلنا مطلوب الـ HCBC registration. اما انت لو اساسا عايز تمشي الريسيرش والاكاديميا يفضل انك تعمل البليسمنت اي بتاعك. طبعا البليسمنت اي عبارة ديوريشن بتاعه عبارة عن سنة، يعني من شهر 9 لغاية شهر 5 مثلا او الاكاديميك اي. ممكن تمشي في اي ريسيرش سنترز تقدم ويشيلوك از بليسمنت ستودنت، وبتكون عندك جوب اورز بيكون مدفوع لك مثلا، وبتتعلم فيه مثلا الحاجات اللي مثلا هيفيدك في المستقبل. انا مثلا لما عملت البليسمنت بتاعي ما عملتها في المستشفى، عملتها في جامعه اسمها جامعه الشفيلد في الميديكال سكول ريسيرش سنتر بتاعهم، والريسيرش بتاعي كان بيزد اون اونكولوجي، كان في الانكولوجي لانه اصلا كنت عندي نيه امشي في الكانسر ريسيرش. تمام، فما اشتغلت كان في الكلينيكال لابس. وحاليا انا عندي جوب في الان اتش اس لكن ما هو كلينيكال ورك، عباره عن ريسيرش اسيستنت برضه في الكلينيكال اونكولوجي في البريس كانسر. تمام، فعشان كده ما كان يعني مطلوب مني انه اعمل الكلينيكال مثلا الـ HCBC registration عشان اشتغل مثلا في اي diagnostic labs. طيب زي ما قلنا الـ types of master and inter requirements. زي ما قلت لكم في كذا نوع في بريطانيا من انواع الماجستيرات. في الـ MSc العادي، في حاجه اسمها الـ MSI انا ما كتبتها في السلايد بتاعي سوري يعني نسيت، لكن في حاجه اسمها الام ساي. الام ساي ده شنو؟ مثلا انت لو قريت البكالوريوس ولو عايز تكمل تكمل للماجستير في حاجه اسمها الام ساي. الام ساي ده الكريدت اورز بتاعه بسيط، يعني مثلا انت بتكون عندك 120 كريدت، ما بتتخرج ببكالوريوس، بتتخرج طوالي بماجستير. يعني في السنه الاخيره بيقوم بيشيلوا مثلا السنه الاخيره، زي ما مثلا في سنه رابعه في مختبرات طبيه في السودان بيشيلوا مثلا نسبة 75% ومثلا باقي السنوات بيشيلوا منها 25%. انت لو كملت مثلا السنة الخامسة يا هل ام ساي بيشيلوا منك السنة الخامسة 75% وباقي البي اس سي بتاعه 25%، بتتخرج مثلا بحاجة اسمها ام ساي ماستر ساينس ان بايوميديكال ساينس. تمام، لكن يعني السنة الأخيرة الام ساي بيكون بيزد في ريسيرش معين، بيكون في زي بروجكت معين انت بتعمل جوين في البروجكت ده مع السوبرفايزر بتاعك، وبتكون عندك مثلا موديول واحد في السنه دي. الموديول ده بيكون مثلا حاجه اسمها البروفيشنال ديفلوبمنتس. تمام، يعني فيها سي بي دي وفيها كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنتس والكارير اكشن بلان بتاعك والحاجات اللي قلناها اصلا يعني. تمام، نيجي نتكلم عن الام اس سي الماستر اوف ساينس. دي حاجه معروفه طبعا زي ما انتم عارفين في السودان باي كورسز. تمام، وعندك فيه بحث تكميلي. تمام، مثلا في لما نجي نضغط على اللينك ده تمام بنلقى فيه مثلا الماستر بايوميديكال لابراتوري ساينس، ماستر اوف بايوميديكال لابراتوري ساينس اللي هو الام اس سي بايوميديكال لابراتوري ساينس. تمام، برضه نفس الشيء بيوروك انه يعني بيدوك ديفينيشن عن الكورس وشنو، وانت بعد ما تخلص هتعمل شنو. if you مثلا do this MSc انت you will be eligible to finish your registration with HCBC. مثلا انت لما تيجي تبحث عن اي ماجستير لاي زول جاي في بريطانيا يحاول يبحث انه هل الماستر ديجري ده accredited by IPMS ولا لا، لانه ده بيساعد الزول بعدين لو الواحد لو عايز يشتغل في الكلينيكال لابس عشان تقدر تسجل في الـ HCBC.
تمام. فأهم شيء الواحد يتأكد إنه الكورس ده credited by IPMS تمام. برضو نفس الشيء مورينك الكورس summary تمام، مورينك مثلا الـ open days في الجامعة هيكون 200، الجامعة طبعا هيكون virtual يعني ما هيكون face to face يعني تمام. برضو نفس الشيء الـ inter requirements و how to apply زي ما هنا الـ options course summary how you learn برضو الـ modules الـ future career مثلا لو ضغطنا على الـ future career this course prepares you for a career in health biotechnology sector, industrial biotechnology sector, pharmaceutical industry, academic research. Previous graduate of this course, الناس اللي اشتغل قبل الـ previous graduate كان يشتغل في شنو؟ في الـ NHS يقول National Health Service المستشفيات المستشفى بتاع الـ NHS في الـ Public Health England وفي حاجة اسمها الـ Novartis والثيرمو فيشر ساينتفك. الثيرمو فيشر طبعا هو اندستري معروف فيها الميديكال ريجنس وفيها الاكويبمنتس وكده. وفي نفس الوقت وير ويل اي ستدي وير ويل يو ستدي هو طبعا السيتي كامبوس او الكامبوس المعروف. والانتر ريكويرمنتس الانتر ريكويرمنتس في الماجستير طبعا للناس الانتر اديشنال انفورميشن فور ذا اي يو يهو اليوروبيان اند انترناشونال ستودنت الـ all student طبعاً معروفين. أما الـ international student مثلاً بوروك إنه if you بوروك يعني أنت لو international student تمام الـ qualification الـ عايزين منك شنو. غالباً طبعاً بيكون مطلوب منك الـ BSc degree بتاعك تمام، وأظن بتدفع around 10% من الفيز عبر الجامعة طبعاً بوروك إنه بتدفع كيف تمام. وفي نفس الوقت عايزين منك الـ CV كويس، وعايزين منك في الـ personal statement إنه تتكلم عن نفسك وعن الـ why this course، ليه أنت عايز تقرأ الكورس ده والهوبيز بتاعك، وبرضه بتتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن التكنيكس اللي أنت عندك تمام. For details of English language طبعا أنت عايزين أكيد أنت international student بيكون عايز الـ IELTS، واي ايلس اي الانجليش لانجويج الايلس بيكون مينيمم 6.5 within في اي ايتش يونتس بيكون عايزين 6 تمام. ده للانترناشونال ستودنت. اما الموديول الموديولز اللي انت الواحد بيدرس شنو بيدرس مثلا ادفانسد لابوراتوري اند ريسيرش براكتس تمام. بيكون طبعا الكورس هنا دائما في بريطانيا لما قريت الماجستير والبكالوريوس اي ماده اي موديول بيكون فيها كورس وير فيها اكزامز. الكورس وير بيكون فيها اساينمنتس بيكون فيها مثلا برزنتيشن سيمينارز بيكون من الكريديت بتاعكم 40% من التوتال، والاكزامز بيكون 60%. طبعا انا شايف انه الكورس وير مرات بيكون اصعب من الـ من الـ من الإكزامز، لأنه الكورس ويرك بيكون فيها نظام التيرنتين بيكون فيها نظام البليجاريزم بيكون فيها الطوبيك اللي انت هتختاره كويس عشان تكتب، وبيكون فيها مثلا الويرد كاونت وفولي ريفرنس يعني زي كأنك قاعد تعمل فيه ريسيرش. يعني أنا مريت بحياة كثيرة زي دي يعني عشان كده أنا يعني I get used to الكورس ويرك. أما الامتحان هو طبعاً بيكون فيها طبعاً long essay بيكون فيها short essay بيكون فيها MCQs دي الحاجات اللي بيكون موجودة فيها. برضو ال long essay هو معروف يعني إنك تكتب لك 4-5 صفحات عادي يعني. فالمهم أي واحد إذا عايز يشوف فيمشي برضو الحتة بتاعت الموديولز والكريديت أوارز والحاجات دي كلها موجود هنا. في الكور موديول الكومبورسر موديول وطبعا في الالكتيف موديول. الكومبورسر موديول طبعا دي لا بد منها. الالكتيف موديول زي ما احنا شايفين هنا كيس ستاديز ان انفكشن ديزيز يا هو الميكروبيولوجي مثلا في السيل اند مولكولار بايولوجي في السيل بايولوجي وفي السيلولار اميتر بيزز اوف كانسر. ده كان واحد من المواد اللي انا كنت درسته في الماجستير وفي بيدرسوك فيها البايو ماركرز بتاع الكانسر والكانسر ثيرابيوتكس
والباثوفيسيولوجيز والكانسر اميونولوجي وكده في الكورنت لابراتوري ابلكيشنز مثلا اي لابراتوري اي بايوميديكال انفستيجيتيف تكنيك اي تكنيك موجود حاليا في المختبرات الطبيه برضه يو ويل جو ثرو ويت تمام مثلا زي الويسترن بلوتين بيكون فولي لاب ورك طبعا بعد ذاك في الجينيتكس يعني البروتونومكس برضه فيها شغل البايوانفورماتيك وكده يلا في الـ بعد ذاك طبعا في الفيزا اند فاندنج احتمال ريج بيتكلم لكم طبعا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ المنح كيف وممكن يكون في منح جوا الجامعه الواحد ممكن يشوف باي جامعه يشوف انه هل في بيرسل افيلبل ولا لا مرات بيكون مثلا بارشال فاندد الماجستير بتاعك انا لما عملت الماستر كان في البيرسري من داخل الجامعه كنت عندي بيرسري وكنت عندي برضه منحه من منظمه كانت يعني الفيز بتاعي كان طلع مجاني يعني تمام فدي الماستر الام اس سي تمام يلا زي ما قلنا لكم انه السيمستر هو الام اس سي يكون وان اير اصلا يعني الام اس سي كورس بتاع سنه واحده تمام لكن فول اير ما يعني ما اكاديميك يعني شهري اذا بديت مثلا جانوري انتيك بتخلص في جانوري لو بديت مثلا في سبتمبر انتيك بتخلص في سبتمبر تمام زي ما قلنا لكم انه الريكويرمنتس للماستر ده شنو اول شيء الايلس الانجليش لانجويج انترناشونال لانجويج انجليش تيست مطلوب اقل جامعه يكون مثلا 6.5 اوفر اول في ايتش يونيتس يكون دارين 6 وطبعا انتم عارفين الايلس هو في ريدنج رايتنج ليسننج وسبيكينج تمام وتعمل مثلا ابلود للسي في لما تيجي تعمل ابلاي لازم تكون عندك ريفريز من الجامعه بتاعك او مثلا الريفرنسز تمام الدكتوره والاكاديميك تيتور بتاعك او من مثلا محل شغلك وكده يعني هو ريكومنديشن لك زي ما بقول المهم السيمسترين الاوائل بيكون في الموديولز وكورس ويركز اما السيمستر الاخير بيكون عندك مثلا اللي اسمه شنو بتكون عندك البحث التكميلي بتاعك تمام مثلا 3 مانس الاخير بيكون البحث بتاعك طبعا بيكون انت بتختار اذا لاب بيست ولا نون لاب بيست from my experience أنا كنت اخترت lab based وبرضه كان في الكانسر ريسيرش كان 6 ويك في اللاب اتعلمنا فيه السيل كالتشر ومشينا فيه كذا applications كنت شغال أكتر حاجة على الويسترن بلوتين واشتغلت على الإميون هيستوكيمستري كنت عندي حاجة معينة في الإندوماتيريوم فده كان واحدة من ال اللي اسمه شنو البروجكت بتاعي هو بتاعة الماستر أنا اخترت الـ MSC ليه؟ لأنه هو 180 كريديت وأنا طبعا ما كنت متوقع أنه هلقى PhD فند وكنت يعني احتمال قلت يا أخي أسافر أمشي الخليج وكده عشان أشتغل في الخليج في الإمارات أو في قطر وكده لأنه الـ MSC العادي الماستر أوف ساينس مرغوب في الخليج تمام؟ مثلا الامرز بيكون مثلا ما مرغوب خالص الامفيل مثلا ما مرغوب خالص طيب دل المهم كل الايديز عن الام اس سي الماستر اوف ساينس لو عايزين تشوف ممكن تضغطوا على اللينك ده وتشوفوا يعني وي ويل شير ذا سلايدز ليتر اما الماستر التاني اسمه الماستر اوف ريسيرش أنا شايف إنه ده طبعاً أي زول إذا عايز يكمل بعد الماجستير الدكتوراه طوالي I highly recommend إنه الزول يعمل الماستر أوف ريسيرش تمام؟ الماستر أوف ريسيرش فرق من ده شنو؟ نفس الكريديت أورز نفس الـ 180 كريديت ولكن بيزد في الريسيرش بتكون عندك مثلاً موديول واحد زي الموديول بتاعت مثلا البروفيشنال ساينتفك براكتس او البروفيشنال ديفلوبمنت يعني زي ما قلنا انه ريفلكشن ابو ذا كورس وكده
والسي في والهاو تو دو بيرسون ستيتمنت والكفرنج ليتر والحاجات دي، يعني شغل بتاع سكيلز. وبتكون عندك تو بروجكتس تمام في السنه دي برضو زي ما قلنا انه وين ايار فول تايم تمام. بيكون عندك تو بروجكت، مثلا بروجكت بيتكلم عن حاجه معينه، البروجكت الثاني بيتكلم عن حاجه معينه. اذا مثلا ضغطنا على الكورس ده فعلى اللينك بنلقى مثلا بيطلعنا مثلا في نفس الماي بريفيوس يونيفرسيتي او شيف الهضم يونيفرسيتي في الامرز عندهم ماستر اوف ريسيرش في الموليكولار مايكروبيولوجي مثلا، يعني برضه نفس الشيء بيوروك الكورس سامري تمام، وروك الفيوتشر كارير بتاعك مثلا زي ما قلت لكم انه الاكاديميك ريسيرش واندستريال بايوتكنولوجي، وفي نفس الوقت preparation for a PhD تمام. وبرضه في الفود اند بيفريج اندستريز تمام، طبعا معروف ناس المايكروبيولوجي يشتغلوا في الووتر وفي الفود مثلا اندستريز تمام. يعني الماجستير ده الامرز ده ما بيشغل الواحد في الكلينيكال سايد او مثلا الكلينيكال لابس تمام، لانه هو بيزد في الريسيرش وير اي ويل ستدي. وبعد ذاك في الانتر ريكويرمنتس تمام، الاكويبمنتس اند فاسيلتيز موجود شنو برضه. On this course you work with industry standard instrumentation a state of the art microbiology suit in our research center تمام. And the inter requirements برضو نفس الشيء. International student لو قلنا دي نتكلم عن international student هو برضو مطلوب منك ال IELTS والCV والpersonal statement تمام. في برضو الموديولز، برضو الموديولز اللي هتقراه مثلا هو نفس الشيء او مكتوب لك هنا يعني، لكن برضو زي ما قلت لك انه الاختلاف بيكون مثلا في تو بروجكتس تمام. فور مور انفورميشن ممكن كليك ذا لينك اند ويل تيك يو تو ذا سايت تمام. نفس الشيء الفيز الفاندز البيرسز الافيلابل كده. زي ما قلت لكم انه يعني الواحد لازم يبحث عشان تقدر تلقى فند في الماستر بتاعك او مثلا في البي اتش دي او مثلا في الكورس اللي انت اصلا هتقدم له تمام. طيب نمشي لل زي ما قلنا الامرس خلصنا. في حاجه اسمها الانفيل الماستر اوف فيلوسفي. طبعا الماستر اوف فيلوسوفيز ده اظن ما معروف في السودان يمكن، لكن في بريطانيا برضه هو صعب انك تلقى فيه بليس. يعني هو زي مثلا شنو حاسه مثلا في البي اتش دي بتاع اي زول ده يعمل بي اتش دي في حاجه اسمها الانفيل، السنه الاولى دي بتاخد فيها الماستر اوف فيلوسوفي بتاعك، بعد ذاك السنتين الباقيين اللي هو البي اتش دي بتاعك تمام. اذا الواحد اصلا عنده نيه يعمل بي اتش دي ومثلا ما لقيت اوبورتونيتي تو جيت ام فيل تمام، مثلا فولي فاندد ام فيل، احسن انك تعمل الام فيل ده، لانه اول حاجه الديوريشن بتاع الكورس سنتين وبيكون يعني 9 تو 5 تمام في اللاب، وبتكون انت شغال اصلا في لونج تيرم بروجكت لمده سنتين مثلا في اي شيء كانسر ريسيرش مايكروبيولوجي ريسيرش مثلا في الدايابيتس ريسيرش او مثلا في اي حاجه يعني تمام. يلا ده بيختصر لك شنو، بيختصر لك السنه بتاعت البي اتش دي. ممكن انت تكمل بعد ذاك سنه واحده بعد السنتين دي انت كده بتكون اخذت البي اتش دي بتاعك كويس. فطبعا الانتر ريكويرمنتس فيري كومبيتيتيف تمام عشان تلقى الماجستير ده، خاصه هنا في بريطانيا برضه كومبيتيتيف شديد. لازم تجيب ايلس سكور 7 ولا 7.5، والبي اس سي ديجري بتاعك برضه يكون مثلا اتليست انه مثلا اذا ما مثلا فيرست كلاس يكون مثلا 2-1 لكن مثلا ابر 2-1 تمام. وفي نفس الوقت السي في، في السي في ذاته ما اي سي في يعني تارجت تمام، لازم تعمل تارجت لل اسمه شنو لل للبروجكت الافيلابل يعني
تمام، والبيرسون ستيتمنت لازم تعمل تارجت انه واي امفل، يعني ليه ما امرز، ليه انت ما تعرف تعمل ام اس سي كويس. فبعد ما نخلص ممكن انا افتح لكم عشان تشوفوا السي في والبيرسون ستيتمنت بيتكتب كيف يعني. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم انه نشوف السكولارشيبس اند فاندز افيلبل في اي ماجستير مثلا في الام اس سي ولا الامرز ولا الامفل. في طبعا زي ما عارفين انه المنحه بتاعت الحكومه البريطانيه اسمها شيفيني تمام، وفي سايت اسمه findamaster.com تمام، وممكن تلقوا بيرسري ثرو يونيفرسيتيز اور اورجانيزيشنز تمام. مثلا زي ال في حاجه اسمها الجوردون مثلا وسكولارشيب تمام، منحه جوردون، وفي المنحه مثلا بتاعت الحاجه اسمها البي او سي اللي انا كنت اخذتها. في 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 منحه بتاعت داخل الجامعه مثلا لما تيجي تفتح مثلا السايت مثلا جوجل مثلا University of Glasgow مثلا، بتلقوا في داخل الـ University of Glasgow بتلقوا الـ Bursaries مثلا، في Bursaries available للماجستير ولا لا تمام. فبرضه انا جبت لي زي كام لينك كده للشيفينينج، ما لو ضغطنا مثلا هنا بنلقى السايت بتاع شيفينينج UK، السكولارشيبس مثلا السكولارشيبس اللي available هو كان apply طبعا، هنا الابليكيشن تايم لاين كله موجود، ال guidance تمام، find the course. انت طبعا بعد ما انت بعد ما تلقى الماجستير بعد ما to get acceptance اظن بعد ذاك بتيجي تفتش على المنح يعني تمام، زي بعد ذاك بتيجي تقدم. ومن حد طبعا شيفينينج بيكون في حاجات عندها علاقه بالتطوير يعني developments او مثلا حاجات بتساعد زي infrastructure مثلا لناس الهندسه او مثلا في الساينس برضه تمام، وفي الميديسينز تمام. وطبعا في بعد ذاك في الـ في الواي ستدي ان ذا يو كي بتلقى الاف اي كيوز كله هنا يعني تمام، وفي الفولو شيبس وفي الالوميناي قبل كده الناس اللي اخذوا الناي بالمنحه دي، وفي في حاجه اسمها ذا شيفينينج افكت اور امباكت والانترناشونال ستوريز والشيفينينج ان ذا كوميونيتي تمام. المهم السايت ده غني عن التعريف وموجود فيه كل الحاجات يعني، والابلاي هاو تو ابلاي، وبتلقى فيه التايم لاين زي ما قلنا لك الابلكيشن تايم لاين. اظن الابلكيشن دائما بيقفل شهر 11، فالناس تحاول شنو تبحث عن الـ عن الـ عن المنحه دي تمام. في الـ في الـ في الـ في السايت بتاعت findamaster.com كويس، في findmaster.com هو طبعا بتلقوا فيه الماستر ستدي ان ذا يو كي guidance for 2021 كويس. بعد ذاك مثلا تلقى في اليونيفرسيتي اوف اوكسفورد بتلقى مثلا كل الجامعات، وفي نفس الوقت بتلقوا سكولارشيب في الجامعات ذاته من جوه اللينك ده يعني تمام. فاظن ده كل عن باختصار شديد عن الماسترز، لكن انتم كل ما دخلتوا اي لينكس من ديل بتلقوا معلومات كافيه جدا تمام. فاذا عندكم اي يعني سؤال بعدين حتى لو من الليله في اي حاجه انا افيلبل يعني في الفيسبوك ولا في اي حاجه. طيب البي اتش دي معاي؟ الو واصل يا دكتور، واصل سامعني. اوكي اوكي بي اتش دي ان فاندس تمام. نتكلم عن البي اتش دي والفاندس، يعني احنا تكلمنا باختصار شديد عن الماجستيرز والماستر تايبس اوف ماستر افيلبل تمام. البي اتش دي مثلا الاكسبيرينس بتاعي، ماي اكسبيرينس از بي اتش دي ستودنت ان كانسر ثيرابيوتكس، زي ما قلت لكم انه الواحد لما ينتهي تقدم على مثلا فولي فاندد بي اتش دي في نوعين، في زي ريسيرش جروب هو مثلا بيكون في رانينج بروجكت اساسا في الجامعات and you join this project تمام، او انت لو عندك your own proposal ممكن تقدم وتلقى مثلا acceptance. بعد ذاك طبعا انت بتبحث زي ما قلت لكم انه عن الفند، اكيد في الجامعات بيكون في فند بي اتش دي ومثلا في سيلف فند تمام. الفاندد بي اتش دي بيكون مثلا فيها كل الحاجات دي مدفوعه، مثلا التويشن فيز بتاع الجامعه
والبنش فيز، وفي نفس الوقت بيكون انت عندك سالري شهريا يعني، تمام، بغطي لك اللايف اكسبنسز بتاعك والليفنج كوست مثلا الحاجتين دي، تمام. البي اتش دي بتاعي برضو كانت هو عندي بارشال فند من الجامعه، وفي نفس الوقت الجزء الثاني كان برضو في نفس الوقت من 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 منظمه، فهو باعتبار زي توتال فولي فاندد في جامعه برادفورد، جزء هو من جامعه برادفورد والجزء الثاني هو من الـ من الـ من الـ من المنظمه دي. كويس. برضو في البي اتش دي عشان تلقى بي اتش دي انت لازم تحدد الاريا اللي انت عايز تعمل فيها البي اتش دي، تشوف فيها الفندز الافيلبل، لانه بصراحه في بريطانيا انت لو سيلف فندد صعب جدا يعني، والات ويل كوست اتليست مثلا 100,000 استرليني البي اتش دي بتاعك، فدي حاجه ما 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 ما, ما سهله يعني، ف 100,000 1000 قروش كثيره جدا يعني، تمام. فالناس يحاولوا شنو يبحثوا يعني، وفي زي ما قلت لكم في الانترناشونال فاندس موجود، حتى الواحد مثلا لو شغال في التعليم العالي ممكن تلقوا فند من السودان يعني، لكن اساسا زي ما قلت لكم الناس بتجتهد عشان تلقى فند مثلا من الجامعات، تمام، الجامعات البريطانيه. زي ما انا قلت لكم انه الفندد بروجكت هو زي الريسيرش بتاعي، طبعا الريسيرش بتاعي في الكانسر ثيرابيوتيك فما هتكلم عنه كثير. بتستفيد من البي اتش دي شنو؟ يو ويل ليرن تكنيك، يو ويل ميك جود نتوركينج اند كونكشنز في الاريا بتاعك، مثلا انت بتتعرف ببروفات، بتعمل كونفرنسز، وانفورشنتلي الايامات دي زمان الواحد كان بيطلع مثلا لو في البي اتش دي بتطلع كونفرنس اتليست انت بتشوف السيتي وكده، لكن حاليا بقت كلها فيرتشوال عشان موضوع البانديميك بتاع الكوفيد 19، تمام. زي ما قلت لكم انكم يو ويل ليرن جود تكنيك اند يو ويل ميك جود نتورك اند كونكشنز، تمام، يو ويل ديفلوب يور سي بي دي يور كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت، تمام. وفي نفس الوقت انت يعني يو ويل ليرن مور اباوت يعني التيتشينز والأكاديمية. مثلا نحن حاليا في الجامعة 20% عندنا تيتوريالز مع الطلبة مثلا في مثلا البكالوريوس وكذا، 80% هو ريسيرش، كويس، ودل الابليكيشنز اند ريكويرمنتس زي ما قلت لكم انه برضه فيري كومبيتيتيف في انترفيوز، في بانل انترفيوز، في 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 برضه لازم تتارجت البيرسونال ستيتمنت بتاعك للبروجكت ده، فيعني انا ما اقدر اخلي الناس اسمه شنو يعني زي ما بقولوا انه الناس تبحث يعني، لكن في نفس الوقت انه ما سهل يعني، I don't want you to give up، لكن في نفس الوقت لازم يعني الواحد يجتهد to get fund يعني. انا اخذت لي كذا رفض يعني ل PhD 3 ولا 4 ولا حاجه، فلما اخذت السكولارشيب ده يعني. وفي طبعا زي ما قلت لكم انه السكولارشيبس افيلبل ثرو فايند بي اتش دي دوت كوم، مثلا لو ضغطنا على لو دارين سكولارشيب لو ما لقيته مثلا جوه الجامعات البريطانيه، مثلا لو ضغطتوا على اللينك ده فايند بي اتش دي دوت كوم، بتلقوا مثلا بتلقوا هنا مثلا الجامعات، لما تيجي تعمل مثلا سايت هنا تبحث مثلا هنا مثلا قول لو قلنا مثلا PhD in cancer، تمام، ف مثلا بنلقى مثلا PhD in cancer genetics identifying risk and prognostic alleles for colorectal cancer، تمام. مثلا لو جينا في كارديف يونيفرسيتي، لو جينا مثلا ضغطنا على الحاجه دي على اللينك ده بتلقى مور ديتيلز عليه، وحتى بنلقى انه هل الحاجه دي فولي فاندد ولا مثلا بارشالي فاندد، تمام. لو فولي فاندد افيلبل لهوم ستودنت او ناس يو كي ستودنتس ولا انترناشونال ستودنتس ولا ناشونالي الفند ده، ولا مثلا EU and European and UK،
تمام. المهم زي ما قلت لكم لو مشيتوا في اللينك ده بتلقوا إذا هي self funded ولا مثلا fully funded. كويس، برضو ده باختصار شديد، وإن شاء الله يوم من اليوم كده نجي نتكلم لكم عن ال PhD بتاعي والكانسر ريسيرش. كويس، ف PhD unfunded وأيضا تمام. يلا أظن الناس كلها منتظرة موضوع الريجستريشن بتاعت الأز بايوميديكال ساينس، ومثلا بايوميديكال كل الناس منتظرة إنه ريجستريشن كيف يعني how to get the jobs. كويس تمام. ألو، واضح يا دكتور، تفضل صوتك. معليش في زي صوت كده عشان كده. فزي ما قلت لكم انه اكثر الناس حاسه في اللايف ده منتظرين انه دارين يعرفوا انه ال HCBC registration as international for the international مثلا applicants. تمام، يلا نجي نتكلم عن مثلا ال PMS او اختصار ل Biomedical Science Jobs in Diagnostic and Research Labs. تمام، زي ما قلت لكم انه ال NHS hospitals او ال clinical private laboratories نشوف الريكويرمنتس بتاعه. تمام، ال NHS hospitals والكلينيكال برايفت لابوراتوريز الريكويرمنتس بتاعه معروف، لازم تكون مسجل في حاجه اسمها ال HCBC او ال Health and Care Professional Council. تمام، ال IPMS certificate of محتاج لل IPMS certificate of competence عن HCBC registration. في السلايد الجاي نحن هنتكلم في ال diagnostic لاب وال HCBC registration as the UK routes ولا international routes. يعني international routes لو انت مثلا قريت برا بريطانيا مطلوب منك شنو عشان تسجل HCBC registration وتعمل apply لأي biomedical science job في UK to get a visa. تمام، to work as a biomedical scientist في UK. تمام، أما research labs متوفر فيه شغل التكنيشنز، شغل مثلا اللاب ساينتست او الداتا ساينتست او الداتا اناليست. تمام، وريسيرشر اسيستنت وبوست دكتورال بوزيشن. تمام، وطبعا الواحد لو مثلا عنده ماجستير وما عايز تشتغل، لو مثلا زي ما قلت لكم انه ما عامل ام اس سي، عامل مثلا امرز وعايز تشتغل مثلا في اي ريسيرش سنتر او ريسيرش سيكتورز أو industrial، ما مطلوب إنك تسجل في ال HCBC يهو ال Health and Care Professional Council. يعني ممكن تقدم لو في أي open jobs available بتقدم ال CV بتاعك يعني بتعمل upload لل CV وبتعبي ال application بتاعك، وممكن تعمل target لل job اللي أنت عايز تقدمه. كويس، زي ما قلت لك available technicians jobs lab scientist data scientist research assistant post doctoral positions. طبعا بعد ال PhD ممكن زول بيكون عامل PhD برا بريطانيا وبيقدم لي مثلا post doctoral position. بتلقوا عادة post doctoral position برضو competitive، برضو في selections في short list وكلام زي ده. On the other side زي ما قلت لكم انه اي clinical based lab أو diagnostic lab محتاج لل HCBC registration، لو في السلايد الجاي هيتكلم عنه. تمام، يلا نيجي نتكلم عن ال IPMS membership عن HCBC registration. تمام، IPMS طبعا اختصار ل Institute of Biomedical Science. تمام، أو زي ما بقولوا المجلس المختبرات الطبية، بس المختبرات الطبية هنا في بريطانيا هو non-governmental body. تمام، found الهيستوري بتاعه إنه 1912. كويس، 1912، ولما فاوند 1912 كانت از ذا باثولوجيكال اند باكتيريولوجيكال لابوراتوري اسيستنت اسوسيشن، كانت اسوسيشن اسمها باثولوجيكال اند باكتيريولوجيكال لابوراتوري اسيستنت. تمام، تو انشور ممبرز اوبريت تو ذا هايست بروفيشنال ستاندرد. كويس، وال اي بي ام اس through the IPMS أو مثلا ال professional standard بساعهم، الواحد بيعمل فيه training، يكون متوفر فيه training، يكون متوفر فيه education والassessments والexamination مثلا. تمام، والdegree accreditation في الجامعات، هو بيكون مسؤول
زي ما أنا قبل كده قلت لكم في السلايد الأول أو الثاني، قلت لكم في الـ 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 لازم الكورس يكون accredited by IPMS، تمام؟ لأنه الأدفانتج بتاع الديجري بيكون accredited. ليه؟ لأنه بيساعدك، بيدربك في أي diagnostic lab، وبيوري ومثلا بيساعدك عشان تسجل كباراميديك ساينتست مع ناس ال HCBC، كويس. وكونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت، وطبعا زي ما قلت لكم ديليفر ا رينج اوف اكاديميك اند فوكيشنال كواليفيكيشن اند بروفيشنال ديفلوبمنت اوبورتونيتي تو سبورت ممبرز براكتس، تمام. وزي ما قلت لكم انه provide opportunities for professional recognitions with access to health and care professional council registration and science council registers، تمام. السلايد ده الاختصار عن الهيستوري بتاع الاي بي ام اس، برضه في ويب سايت افيلبل بتاع الاي بي ام اس موجود فيه how to get a membership او مثلا fellowship في الاي بي ام اس، تمام. لكن الليلة أصلاً نحنا يعني كلامنا هيكون عن الـ HCBC registration، لأن أكثر الناس يكون منتظرين إنه how to get registered as a biomedical scientist through HCBC international application form، تمام؟ الـ HCBC registration برضو فيها two routes. الـ HCBC registration health care professional council is the statutory regulator professional from 15 health and care professional in the UK. The main purpose بتاعه to protect the public or the patient. تمام؟ يهو زي مثلا نحن في السودان عندنا حاجة اسمها المهنة الصحية والطبية، المهنة الطبية والصحية، ليس المهنة الطبية والصحية أظن يعني. ده مثلا بديك اللايسنس عشان تشتغل as مثلا medical laboratory scientist، لكن يعني على أظن في السودان ما في تدريب، ما بيدربك، ما بيعمل لك أي حاجة، تمام. فالعلاقة بين ال Institute of Biomedical Science and HCBC شنو؟ ال Institute of Biomedical Science يعني to ensure the students capable، يعني أخذ enough training وعمل placement وأخذ ال certificate of competence ومشى all through the all health and safety في الكلينيكال لابس، بعد ذلك حتى بيمنحك certificate of competence عشان تسجل به في HCBC registration، تمام. ده اختصار شديد عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ UK route. في الانترناشونال روت برضه زي ما قلت لكم في HCBC ده ذاته موجود في اكثر من 15 هيلث كير بروفيشنال، من ضمنهم في الفيزيوثيرابيست وفي في الراديوغرافر وفي النيرس والحاجات دي. طبعا ناس الطب الجي ام سي عندهم كونسل براهم، ناس الدنتستر عندهم كونسل براهم، كويس. طيب زي ما قلت لكم نتكلم عن ال HCBC registration. الناس اللي جروا في يو كي عندهم ابلكيشن براهم، والناس الجايين من الانترناشونال قالوا برا يوكي عندهم ابلكيشن براهم. اليوكي روت لازم يكون الكورس اللي بيكلاروس اكريديتد باي اي بي ام زي ما قلنا، وفي نفس الوقت تكون اخذت البليسمنت هي يهو بعد السنه الثانيه سنه كامله، بعدها بتجي السنه الرابعه تتخرج از جنرال بامريكال ساينس. التخصصات ده طبعا بيبدا في الماجستير، وفي زي ما قلت لكم الاي بي ام اس سي او سي هو الانستيتوت اوف بايوميديكال ساينس سيرتيفيكيت اوف كومبيتنس، تمام. ده نحن ما بنتكلم كثير عن الـ عن الـ عن اليو كي روت. اما الانترناشونال روت اي زول مثلا نقول قرا في جامعه الخرطوم وخلص مثلا بكالوريوس مرتبه الشرف في جامعه الخرطوم، لكن مثلا جاي يو كي او مثلا جاي يو كي از سباوس فيزا مثلا تو جوين ذا فاميلي ولا كده، لكن عنده سيرتيفيكيت من السودان وعايز يشتغل في بريطانيا، في لازم اول حاجه مطلوب زي ما قلت لكم الايلس، تمام. والسكور 7 برضه مينيمم في اي يونت 6.5، تمام.
وفي البيرسونال مش البيرسونال ستيتمنت، في الستيتمنتس مثلا لازم يعني، وفي نفس الوقت الدوكيومنتيشن المطلوب شنو دايرين يعني، مثلا تجيب لهم مثلا اي شهاده بتاع بيرفورمانس انك اشتغلت في كلينيكال لابس مثلا، قلنا ممكن شهاده الخدمه ممكن تساعد الزول برضه. ولو عندك مثلا مور شهادات ثانيه مثلا من اي بليسمنت او من اي مثلا كلينيكال لابس برضه بفيد الزول كويس. فالمهم نحن نعمل كليك لللينك ده عشان يطلعنا الابلكيشن اللي نحن نقدر يعني to fill this application للريجستريشن، ونشوف الإليجيبوليتي والحاجات دي. المهم نحن لما نضغط على اللينك ده بيطلعنا طوالي ال HCBC International Application Form. طبعا هنا في تعريف كتير تمام، في ال SMR Application، في الباك جراوند والحاجات دي كلها، لكن نحن بننزل تحت عشان نمشي وين ال International Application Form تمام. في الابليكيشن فور ريجستريشن از انترناشونال، في الجايدنس فور انترناشونال ابليكانس، طبعا هنا بيكون موجود في الجايدنس يوروك انه كيف تسجل. وفي ال HCBC كورس انفورميشن فورم، الكورس انفورميشن فورم ده برضو بعد ما تعبي الابليكيشن ده بتيجي تكتب فيه مثلا الكورس كونتنتس في السنوات بتاعك، مثلا في سنه اولى درست شنو، في ثانيه درست شنو، في ثالثه درست شنو، لانه هم بيعملوا تشيك مع ناس الاي بي ام اس، بيشوفوا انه هل الزول ده محتاج لاي توب اب كورس ولا اخذ انف كورس يقدر يسجل به في الـ في الـ في ال اتش سي بي سي بالاضافه للكلينيكال ويرك بتاعه. فنحن مثلا لو جينا ضغطنا على الـ application or registration بنلقى بيفتح لنا PDF زي ما قلت لكم انه موجود في الـ application for registration international تمام. هنا طبعا this application is for registration in the following part of the HCBC register. طبعا زي ما قلت لكم في 15 professional من ضمنهم مثلا ناس نحن موجودين هنا as a biomedical scientist رقم 5 بنعمل كليك فيه كويس. بننزل تحت تمام زي ما قلت لكم موضح لك هنا الانترناشونال ابلكيشن ريجستريشن جايدنس دوكيمنت، لازم نقرا الجايدنس بيفور فيلينج ذا ابلكيشن كويس. نرجع للجايدنس اللي قلناه ولازم نشوف انه الريكويرمنتس كله شنو عشان ما نغلط في الابلكيشن تمام. زي ما قلت لكم دايرين منكم الصورة فوتوغرافية بلاك اند وايت أظن، المهم صورة فوتوغرافية ظاهرة فالجراوند يكون وايت تمام. والمهم ده البيرسونال ديتيل تمام. بعد ذاك في البروفايد يور كورنت ادريس، الادريس بتاعك. انا افضل انه مثلا اي زول عايز يسجل، لو سجل مثلا السودان وكده احسن، لو زول مثلا عنده زول في بريطانيا انه يسجل عنوان بريطانيا مثلا، او لو ما عندكم عادي يعني تسجل حق السودان وكده تمام. المهم باقي الحياه برضه موجود هنا. في سكشن 2 في الكواليفيكيشن الريليفنت بروفيشنال، يا هو الكواليفيكيشن بتاعك انت عندك انت عندك مثلا ماجستير، عندك بي اس سي، عندك شنو بالضبط تمام. نيم اوف كواليفيكيشن تمام، مثلا عندي البي اس سي اونر في الميديكال لابوراتوري ساينس، اتخرجت 200. المهم ده الكواليفيكيشن بتاعك. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم ال HCBC كورس انفورميشن الكورس فورم برضه ده بنرجع له بعد ما نمشي سرو الابلكيشن ده تمام. برضه في نفس الوقت ليست اني اديشنال فورمال كواليفيكيشن يو هولد، مثلا اي كواليفيكيشن ثاني غير البي اس سي، عندك شنو ماجستير مثلا، عندك دبلوما، عندك مثلا تمهيدي، الحياه دي برضه ممكن تكتب يعني، ممكن ده شنو تول سبورت يور ابلكيشن يعني تمام. البروفيشنال اكسبيرينس ده اهم نقطه طبعا. البروفيشنال اكسبيرينس طبعا الواحد لو ما عنده اي اكسبيرينس اصلا ما في داعي ذاته انك تعمل سبميت للابلكيشن يعني. وفي نفس الوقت الحاجه دي لازم تكون جون تو بروفايد ذا ايفيدنس، انت مثلا سجلت قول مثلا اشتغلت قبل كده مثلا
من 2018 لغاية 2020 في مثلا في البابليك هيلث لاب في السودان أو الاستاك، تمام؟ لازم تكون عندك مثلا دوكومنت إنك تثبت إنه فعلا أنت اشتغلت في الفترة من كده لكده في استاك، تمام؟ برضو بتكتب النيم أوف إمبلوير أو الأورجنايزيشن والأدريس بتاعهم والإيميل أو التلفون، لأنه هم برضو مع السيرتيفيكيت الموجود برضو برسلوا إيميل في اللاب اللي أنت اشتغلت فيه قبل كده عشان يتأكدوا، لأنه في ناس كتار ممكن يزوروا يعني، فبيتأكدوا إنه هل فعلا الشخص ده اشتغل معاكم ولا لا. بعد ده بتاع اللاب أو مثلا المانجر بيرد أيوه فعلا مثلا محمد صالح اشتغل معانا في الفترة من كده لكده، تمام؟ ده السكشن 3 اللي هو البروفيشنال اكسبيرينس، زي ما قلت لكم انه الكلينيكال لاب سيرتيفيكيشن او مثلا بيرفورمانس، لازم يكون في دوكيمنت عشان يعمل لك سبورت للابلكيشن بتاعك، واهم شيء الايميل ادريس بتاعه والتليفون نمبر بتاعه كويس، والستارت والاند ديت والهاورز بير ويك اشتغلت كم وكلام زي ده، تمام؟ ولو انت مثلا عندك اديشنال انفورميشن بتكتب ايوه. يلا لما نجي هنا وي انكورج يو تو بروفايد اديشنال انفورميشن فروم يور امبلوير سوبرفايزر او مثلا تو سبلمنت ذا ديتيلز بروفايدد ان ذا سيكشن، تمام؟ زي ما قلت لكم انه ال tell us more about your professional experience including internships كده. طيب زي ما قلت لكم انه الستيتمنت لما نجي بعد ما مثلا قلنا مثلا محمد صالح انا اشتغلت مثلا في ستاك، اشتغلت شنو؟ اشتغلت مثلا في الهيستوباثولوجي ديبارتمنت، كويس؟ لازم اجي اشرح لهم انه انا اشتغلت شنو بالضبط هنا يعني. مثلا اشتغلت مثلا دايسكشنينج، اشتغلت اتش ان اي، يعني كستيتمنت ما بوليت بوينت، لازم اوضح ستيتمنت عديل مكتوب مثلا انه انا اشتغلت شنو وتعلمت شنو، تمام؟ وكنت بعمل ديل مع البيشنت سامبل والهيلث اند سيفتي اللي انا اتعلمته شنو، او مثلا الهيلث اند سيفتي كان شنو في الحته دي، مثلا هاو تو هاندل ذا سامبل، كويس؟ المهم في الستيتمنت في لازم تكتب ستيتمنت عن الجوبس، تمام؟ برضو نفس الشيء الكارير بتاعك اللي اشتغلته قبل كده لو في اي مور انفو ديتيلز او مثلا اديشنال مثلا من كذا لاب ممكن عادي يعني تعملوا في الاكسترا شيت ده بيكون موجود، يعني لازم نوضح اي حاجه احنا اشتغلنا شنو بالضبط، تمام؟ مثلا لو مثلا نقول فتره الخدمه اكيد يعني كله فتره مثلا الناس بيمشوا مثلا بيكون مثلا الروتين لاب او مثلا كده بيكون بيمشوا الكلينيكال كيمستري ثلاثة شهور مثلا في هيماتولوجي، في الحتة ممكن توضح لهم انت في الهيماتولوجي اشتغلت شنو، في الكلينيكال كيمستري اشتغلنا شنو، في المايكرو اشتغلنا شنو، في الباراسايت اشتغلنا شنو، كويس؟ طبعا سكشن 4 ريجستريشن، طبعا سكشن 4 ده يهول البروفيشنال ريجستريشن اند ممبرشيب، برضه لازم نحن نجيب البيرمننت، يكون عندها مثلا البيرمننت بتاع السودان، تمام؟ برضه نفس الشيء النيم اوف اورجنايزيشن يعني هو مثلا مجلس المهن الطبيه والصحيه، تمام؟ ده اللي اداني اللايسنس عشان يكون شغال از ميديكال ساينس، او مثلا اداني التمهيد او التسجيل التمهيدي، كويس؟ نفس الشيء برضه لازم يكون عندهم ويب سايت ولا مثلا ايميل، لانه هم هيرجعوا عشان يتاكدوا فعلا الزول ده عنده البيرمننت او مثلا ريجستر دي في 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 المجلس ده ولا لا، to work as an MLS، تمام؟ بعد ذاك في الانجليش لانجويج، تمام؟ الانجليش لانجويج بروفيشنسي يهو الايلتس او مثلا التوفل، تمام؟ الانترناشونال لانجويج انجليش تيست، طبعا الفيز بتاعه نحن لو مشينا طبعا الويب سايت، لو فتحنا مثلا البريتش كونسل مثلا في السودان الويب سايت بتاعه موضح لك انه ياخذ الاكزام او الاكاديميك ايلس والتريننج ايلس، مثلا الاكاديميك ايلس طبعا هنا اكثر شيء بيكون مطلوب الاكاديميك ايلس، تمام؟ برضه زي ما قلت لكم انه مطلوب للريجستريشن 7، كويس؟ ولو مشيتوا الويب سايت بتاعت الايلس بتلقوا انه الفيز بتاعه كم وكلام زي ده.
تمام. زي ما قلت لكم انه السكور لازم نجي نوضح السكور كان كم والتست تي كان وين مثلا في الخرطوم مثلا في السعوديه في دبي ولا وين يعني الاريا تمام. ده 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 الحته مربوط بالانجلش لانجويج بروفيشنسي كويس. البايمنت بتاع الابلكيشن برضو برضو في الويب سايت هو عباره هو زي 499 ولا 95 باوند استرليني يعني. فبرضو موجود لو رجعت مثلا في الويب سايت اللي انا فتحته قبل ده هنا بيكون موجود فيه كل الحاجات يعني انه دفع كيف وبفيزا ولا ما بفيزا كويس. بعد ذاك برضو الـ payment for the application only when we start processing your application you will receive an email with a link to مثلا الويب سايت بتاعهم how to pay يعني. تمام. وبقول لك يا اخو طلعنا الايميل بتاعك هنا عشان نرسل لك مثلا البوستال اوردر او مثلا نرسل لك الديتيلز بتاع البنك بالابلكيشن ريفرنس بتاعك عشان تدفع لينا. زي ما قلت لكم انه الكوست لايك مثلا 495 ام نوت شور لكن يعني زي قريب ل 500 استرليني يعني. تمام. بعد ذاك طبعا عندنا الديكلاريشن. تمام. الديكلاريشن هو to declare or understand I agree مثلا to pay the fee for registration I consent to مثلا كده. وبرضه في نفس الوقت character and health vetting and pairing كويس. وبرضه لازم السيجنتشر بتاعنا وكده. Before sending this form please ensure اي حاجه احنا قرينا والسبورت دوكيمنت يكون مثلا يعني لازم يكون عندنا سبورت دوكيمنت زي ما قلت لكم السيرتيفيكيت البي اس سي والاونر ديجري بتاعك او الماجستير والبيرمننت لايسنس والسيرتيفيكيت او مثلا البرفورمانس بتاع انك اشتغلت قبل كده في لابس. تمام. فبعد ده طبعا في النوت بليز بوريك انه do not stamp this كده يعني مثلا ما تعمل stamp وترسل لنا كده يكون موجود فيه طبعا العنوان اللي احنا هنرسل فيه. يلا مثلا نرجع للـ application عموما. طبعا الـ guidance موجود هنا يعني قبل ما احنا نعبي الـ application لازم نشوف الـ guidance بندفع القروش وين والحاجة اللي بنعبيها كيف الفورم ده وطبعا الـ section 1 زي ما قلت لكم details الـ qualification irrelevant proficient تمام البروفيشنال اكسبيرينس واللانجويج بروفيشنسي زي ما قلنا الايلس او التوفل. تمام. البينج يور الفي الابلكيشن الفي الابلكيشن في تمام موضح لك كله هنا مثلا الريجستريشن سايكل تمام موجود هنا مثلا الكلينيكال ساينتست والحاجات دي كلها الديكلاريشن. بعد ذاك طبعا بعد ما مثلا لو هم وافقوا انه الابلكيشن بتاعك بقى سكسسفول بيقوم عشان ياخدوا مثلا اسمك والريجستريشن نمبر بتاعك في السايت بيقوموا بيدوك النمبر. النمبر ده برضه بتدفع عليه مبلغ معين عشان ياخدوا مثلا في السايت بتاع الهيلث اند كير بروفيشنال كونسل. ما متاكد بالضبط المبلغ كم حوالي ممكن approximately 120-180 pound. تمام. ده كل ما في الregistration at the international application form باختصار شديد يعني. فلو رجعتوا طبعا للسايت ده هتلقوا كيف يعني. طب. ولو في أي سؤال يعني I'm happy to answer وشكرا على المشاهدة يعني. شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ونشكرك على المشاركة وعلى المعلومات القيمة. ويبدو انه دكتور نادر موجود معنا لكن انا حدخله الان ان شاء الله. طيب طيب ما في مشكلة. اي شخص اي واحد عنده اسئلة من زوم ولا من فيسبوك لايف I'm happy to answer يعني.
طيب الفرصة مفتوحة يا اخوان، اذا في ناس عندهم على اللايف في الفيسبوك يحطوا الأسئلة، او اذا في الزوم من الناس المشاركين معنا. سؤال دكتور محمد انا شايفه على الشات في الزوم. ايوه، هو بيتكلم عن regarding the HCBC registration. اوكي، can you please tell us about the CBD? CBD yes. Continuous professional development. Yes. ايوه، ال continuous professional development ممكن يكون فيها مثلا اي دبلومه سيرتيفيكيت، اي higher qualification، تريننج كويس، دي الحاجات. اي حاجه عندها ممكن يعمل لك ديفلوبمنت في الكارير بتاعك بيقول له سي بي دي باختصار يعني. والاي بي ام اس بيعمل بروفايد للحاجه دي يعني. مثلا في الجامعه زي ما قلت لكم انه بيكون مثلا في كورسات معينه غير الديجري بتاعك، مثلا زي الليدرشيب بروجرام برضه من الكونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت، كارير منتورنج سكيم في البيوميديكال ساينس برضه من البروفيشنال ديفلوبمنت، ريسيرش اند انوفيشن كورس مرسوم من البروفيشنال ديفلوبمنت بالضبط يعني. طيب يعطيك العافيه دكتور محمد صالح. طيب برضو يعني في سؤال بيطرح نفسه، انت الان ما شاء الله ذكرت معلومات كثيره عن التراك والباص بالنسبه للناس اللي عايزين يمشوا في المجال الاكاديمي ويشتغلوا فيه المراكز أيوة. البحثية أو في شركات الأدوية أو في غيرها، وبرضو أيوة. التراك اللي هو بيتكلم عن الناس اللي عايزين يشتغلوا في الهيلث سيرفيسز أيوة. وكيف هو الطريق. طيب نحن خلينا كده لو اديتنا بس يعني الزمن، يعني كم من السنوات بيحتاجها الخريج بتاع المختبرات الجنرال يعني. طبعا نحن عارف انه في ناس تختلف من شخص لشخص، لكن يعني الكارير ده عايز كم؟ إذا أنت عايز تشتغل في السيرفيس أو عايز تشتغل في الريسيرش، كم سنة كده ولا أفريج؟ قصدك كم سنة شنو يعني؟ يعني من يعني يتخرج الطالب لحد ما يأخذ مثلاً عشان تلقى بوزيشن يعني؟ لا مش بوزيشن، لحد ما يكون ريجسترد مثلاً فور working as a service provider، أو مثلاً يكون qualified إنه يشتغل في research center أو في biomedical technology science. طيب زي ما أنا قلت لكم إنه الكلينيكال لاب والدياغنوستيك لاب بيختلف عن الريسيرش لاب كويس. ممكن أنا كمحمد صالح اتخرجت بعد 4 سنوات، ممكن لو لقيت لي أي جوب أقدم فيه مثلا بتاع أي ريسيرش جوب أو تكنيشنز أو ديتا أناليست أو مثلا حاجة عندها علاقة بالإندستريال ممكن ألقى جوب عادي. لكن عشان اشتغل في الـ NHS Hospital في مثلا في الكلينيكال لابوراتوري لازم اكون مسجل في الـ HCBC to ensure انك يعني to ensure الديلينج بتاعك مع البيشنت سامبل يعني كويس. البليسمنت هي هنا في بريطانيا بيساعد الزول عشان يلقى جوبز. وطبعا في السنوات بتاعت ال4 سنوات دي او ال5 سنوات بتاع البكالوريوس اكيد يعني في شركات بتجي تعرض مثلا شغلها في بيكون في اوبن دايز في الجامعات كويس. الاوبن دايز ده بيديك اوبورتيونيتيز انك شنو بتشوف انه بعد ما انت تتخرج هتشتغل شنو. مثلا بيكون ناس ال NHS موجودين كجروب، مثلا شركات الادويه موجودين كجروب كويس، في مثلا ريسيرش جروبس موجودين عايزين ناس يقدموا معاهم وكلام زي ده يعني. اللي بيساعد الطالب انه في حاجه اسمها اصلا في الجامعه في UK employability career and employability service كويس، بيكون في student advisor عديل في 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 career and employability service في الاوفيس ده كويس. وهم اللي بيعملوا الاوبن دايز للطلبه حتى ما في المختبرات بس في كل المجالات تمام. بيكون في اوبن دايز موجود وبتمشي تشوف بالضبط الافيلابل جوب سيشن تمام. لكن زي ما قلت لك انه الواحد يتسجل ما بعد ما انت تخلص بعده. طبعا انت لو زول كين بتشتغل يعني، لو زول يعني كسلان كمان طبعا
في النهاية بتلقى فرصة لك، ما بتلقى فرصة لك، لكن انت لو زول كينا متحد بتلقى جوبس وكده يعني. أعطيك العافية دكتور. أنا شايف دكتور نادر رافع يده. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المحاضرة الرائعة دكتور محمد صالح، وعايزين عن الشكر حقيقة للاستفادة في هذا الأمر. طبعا الناس دائما موضوع المصطلحات بيأثر فيها، يعني معظم الأسئلة بتكون في الجانب بتاع الترمينولوجي لبعض المصطلحات. حقيقة عندي سؤال في مرحلة البكالوريوس بالنسبة لك كدرست هناك، بالنسبة للبراكتيكال والجانب بتاع السيوري، هل يعني معظم نحن هنا في الجامعات مع اختلاف، في ناس أونر 5 سنوات، في ناس 4 سنوات حسب الكريديت أور، لكن في ناس بيقوموا بيفصلوا مادة البراكتيكال من النظري براه، يعني بيكون 100-100 مثلاً. في ناس بيقسموا مادة، أي مادة نظرية في التخصصات الخمسة، 50% مثلاً سيوري و50% عمل. طيب. سؤالي في البكالوريوس الحال بيكون عندكم كيف؟ طيب. في الحتة دي. طيب. لأن دي حاجة طبعاً مهمة من غارم بالمناهج. أكيد أكيد. طيب زي ما أنت قلت في ناحية المناهج، المادة بتاعت البراكتيكال مادة غايمة بذاتها، كويس؟ يعني في السودان الناس مثلاً بيكونوا قول مثلاً الهيستوباثولوجي، كويس؟ أنت بتاخذ الهيستوباثولوجي as مثلاً شنو؟ سيوري وبراكتيكال، كويس؟ زي ما أنت ذكرت إنه 50% براكتيكال و50% سيوري. هنا الجامعة اللي أنا قريت فيها مادة البراكتيكال مادة غايمة بذاتها، ما عندها علاقة بالسيوري أساسا، يعني تحت المادة تحت الاسم بتاع حيث اسم المادة Professional and Scientific Practice. تمام. Professional Scientific Practice مقسم عندك 2 pathways. تمام. في Skills وفي Practical. Practical مادة براها بيكون موجود فيها كل البيوميديكال لابوراتوري تكنيكس، تمام، او البيوميديكال انفستيجاتيف تكنيكس، الادفانسز في التكنيكس كلها. وناحيه السكيلز ده بروفايد يو كل يعني كيف تعمل بورتفوليو، كيف تعمل سي في، كيف تعمل يعني البيرسونال ستيتمنت بتاعك، أو مثلاً الكارير أكشن بلان بتاعك. لكن زي ما قلت لك إنه أصلاً مادة البراكتيكال عبارة عن مادة غايمة براها، يعني فيها زي ما قلت لك إنه مثلاً 20 كريديت. بعد ذاك أي مادة تانية بتاع السيوريتيكال بيكون مثلاً لو قلنا مثلاً الإميونولوجي، مايكرو إميونولوجي أو مايكرو بيولوجي، بيكون مثلاً المادة دي مقسمة على حاجتين، على كورس ويرك وعلى إكزامز. الكورس ويرك بيكون فيها إساي أو مثلاً ريفيو بيبر وبرزنتيشن، وفي نفس الوقت ديل 40% وعندك 60% إكزامز بس يعني. فزي ما قلت لكم أنتوا لو مشيتوا في اللينك بتاع المحاضرة في الـ في الـ في الـ في الـ UK University Systems أو الـ Education System في UK، لو ضغطوا على اللينك بتاع شفل هذا من الفيسبوك بتلقوا الحاجة دي كلها. لكن ده باختصار شديد انه المادة البراكتيكال مادة غايمة بذات، ما عندها علاقة بأي سيوري، ما زي السودان يعني انه مثلا الكلينيكال كيمستري عندها 50% براكتيكال و50% مثلا سيوري. لا، هنا مادة البراكتيكال مادة غايمة براها. ولما وفيها كمان شنو، يلا الايفالويشن بيكون كيف؟ ما فيها امتحانات، بيكون مثلا لاب ريبورت، كويس، نهاية السنة او مثلا نهاية السيمستر بيكون مثلا يلا شنو الدكتور او مثلا الاكاديميك ليدر بيقوم بيحط لك مثلا شنو بروجكت عديل في الماده دي، بيكون فيها كل التكنيكس بتاع المايكرو، بيكون فيها التكنيكس بتاع مثلا الكيمستري والهيماتولوجي. انت يو ستدي البروجكت وبتشتغل في اللاب وبتعمل الريبورت بتاعك زي كانه بحث تكميلي. الريبورت
الاستراكشر بتاعه بيتقسم لانترودكشن لتريشر ريفيو وميثودولوجي وريزلت سيكشن وبعدك في الديسكشن بتاعك وفول ريفرنس ده الايفالويشن في البراكتيكال سايد. اظن ده ان سمرايز يعني. شكرا جزاك الله خير دكتور. والميكروفون عندك يا دكتور نادر. حد ما يجي دكتور نادر. في عندنا برضو سؤال من الشات يا دكتور محمد اللي هو قالوا في ناس كتار من المختبرات حاليا بيختاروا الماستر يكون بابليك هيلث. فاذا عملوا بابليك هيلث هل بينفعهم انه يلقوا شغل في بريطانيا ولا لا؟ ما نحن زي ما لما جيت لو لاحظت انه مثلا لما جيت اتكلمت عن التايبس اوف ماستر في يوكا انا اتكلمت عن الام اس سي العادي والامرز والانفيل تمام. لو لاحظتوا في الام اس سي لما جينا فتحنا الويب سايت بتاع الام اس سي موجود فيه انه الناس البريفيوس جراديويت لقوا جوبس وين من ضمنهم لو لاحظتوا انه كان في الان اتش اس وكان في مثلا في شركه بتاع فارماسيتيكال اندستريز وكانت في البابليك هاوس. فأكيد يعني زول لو دار يشتغل في البابليك هيلث بتلقى جوبس في البابليك هيلث. والبابليك هيلث أظن ما محتاج لريجستريشن أصلا يعني. زي ما قلنا إنه البيرسنتجز أو البيرسنتجز بتاع البريفيوس جراديويت برضو من ضمن المنظمات أو مثلا الامبلويز اللي كانت موجودة في البابليك هيلث. فأكيد يعني يكون في شغل. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا دكتور. واضح. طيب اذا كان بالنسبه لي في راشد اي في بعض الناس تفضل يا دكتور نادر. في 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 واحد راشد رافع يده ممكن يسال وبعدين انا اكمل مع بعض الاسئله. تمام تفضل تفضل يا راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا لدكتور محمد صالح على المحاضرة الجميلة لغايته، والشكر برضو دكتور عبد الله، والشكر برضو لأستاذ الحبيب دكتور نادر ربنا يحفظه يعني، وشكرا لكل الحضور. عندي سؤال لدكتور محمد صالح بالنسبة للـ HCBC. أنا ما أعرف، أنا في عندي الـ HCBC والـ UK NERIC، ما عرفت الفرق بيناتهم شنو يعني. وسؤالي هل لو عندي الشهادة بتاعت الـ English Language Proficiency Statement هل دي بتغنيني عن الـ IELTS ولا لا؟ تغاتوا ده السؤال غاتوا سيف ساري غاتوا بالحتة دي. معلش السؤال الأول شنو قلت الفرق بين النارك والـ والاي بي ام اس صح ولا ال اتش سي بي سي؟ اتش سي بي سي. طيب لانه أيوة. معلش بس لانه اليو كي نارك تقريبا لو انت عندك جبت لهم ورقه من الجامعه بانه انت كانت الميديم بتاعتك كلها في الجامعه كانت انجليش بتغنيك عن الايلتس يعني. صح عمل اشكاليه شويه. طيب النارك ده طبعا هو الحته اللي بيعمل لك مثلا ايفالويشن او ريكوجنيشن للشهادات بتاعك اللي بيعادل لك شهادتك مثلا من السودان ل مثلا الطبقه الاصل بتاع اليوكي مثلا سيرتيفيكيتس او يوكي ديجريز تمام. ولما انت تيجي تقدم مثلا الريكوجنيشن بتاع نارك يقوم بيسالوك يا اخي انت عايز تقرا بالشهاده دي ولا عايز تشتغل بها كويس. وبيكون بيطلب منك حاجات كثيرة طبعا، بس أنا عشان قريت هنا ما عارف بالضبط يعني، لكن هو بس هو عبارة عن ريكوجنيشن سنتر أو ايجنسي. أكيد لو في زول مثلا قبل كده عمل ومعانا موجود في اللايف ممكن يوضح لك أكثر، لكن ده هو الحتة اللي بيعمل لك الريكوجنيشن تمام. والهتش سي بي سي طبعا ما عنده علاقة بال اسمه شنو بيناري، هو يعني زي ما قلت لك إنه فيها زي 15 بروفيشنز professionals يعني من ضمنهم زي ما قلت لك انه ناس التمريض والاشعه والحاجات دي تمام.
وده to ensure إنه ال public safety، يعني لازم أنت تسجل فيه عشان إنهم يعملوا ensure لل public safety كويس. أما سؤالك عن ال عن الـ عن الإنجليش لانجوي، أنا عندي صاحبي هو نيجيري، هو الكورس بتاعه لما جرى البكالوريوس كان جرى بالإنجليزي، يعني أصلاً يعني أظن الدولة أصلاً اللغة المين لانجوج أظن إنجليش، فهو كان جرى بالإنجليزي، يعني ده عبارة عن تجربة يعني من صديق، يعني ما جايبه من حتة تانية. وكان عمل معايا الماجستير، كان جاز انترناشونال ستودنت من نيجيريا وعمل معايا الماستر في البايوميديكال ساينس. لما جاء قدم للهتش سي بي سي برضه قدم عن طريق الهيلث كير بروفيشنال كونسل انترناشونال روت، تمام. لما قدم وما كان طبعا ما جاب لهم يعني هيدي بروفايد ايلس سيرتيفيكيت، لانه اساسا هو اصلا الجامعه بتاعته بالانجليزي يعني، تمام. في اللحظة دي في الحتة دي إذا الجامعة فعلا اداك جواب، ولا يعني من الاكسبيرينس بتاع برنس صاحبي ده إنه لو اداك جواب إنه يا أخي فعلا الزول ده قرأ بالإنجليزي الكورس كله على المحاضرة هذه كلها كانت بالإنجليزي، احتمال كبير إنه يعطوك من اللامدو كويس. فبرضو يعني I'm not sure يعني 100%، لكن من الاكسبيرينس بتاع برنس أساسا هم أصلا درسوا بالإنجليزي، يعني لأنه نيجيريا المين لانجويج بتاعهم غير اللوكال لانجويج، أظن الدولة بتتكلم إنجليزي أصلاً. فأنا ما عارف هل في الليستة السودان موجود ولا لا، عشان ما أديك معلومة غلط لكن ممكن أنت قبل ما تبدأ الابليكيشن بتاعك ما في الجايدانس بتاع الابليكيشن، ممكن تعمل إيميل لناس الـ HCBC إنه قول لهم يا أخي أنا عندي لتر من الجامعة إنه أنا قريت بالإنجليزي والجامعة يعني ناس الجامعة دي ادوني لتر ووضح لكم إنه الكورس بتاعي كان بالإنجليزي، هل الحاجة دي بتعفيني من الآيلس ولا لا؟ بعد ذلك ما تردوا علي. طيب معلش بس مداخلة بس بسيطة بس يا دكتور. طيب انا عاوز اعرف لو عملت مثلا الشهاده دي بتاعت الانجليش لانجويج بروفيشنسي ستيتمنت، هل منها فائده ولا منها فائده بالنسبه لل اتش سي بي سي، ولا ما لها اصلا اي قيمه يعني؟ الشهاده بتاع شنو معلش؟ دي ال اي ال بي اس انجليش لانجويج بروفيشنسي ستيتمنت. والله هم في الابلكيشن كاتبين دايرين ايلس، لكن برضو كسبورت دوكومنت انت لو جبت من الجامعه انك قريت بالانجليزي وجبت لهم السيرتيفيكيت ده احتمال تدعم الابلكيشن بتاعك. لكن زي ما انا قلت لك قبل ما تبدا خطوه اقرا الجايدنس واعمل لهم ايميل يعني كونتاكت، زي ده احسن، ده اسهل طريقه يعني. واضح يديك العافيه. الله يسلمك. طيب دكتور نادر. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة دكتور محمد صالح يعني سأل في الواتساب بالنسبة للبكالوريوس، يعني احنا مثلا بنمرق ببكالوريوس شبه متخصص، يعني ميديكال لابوراتوري ان مايكروبيولوجي، ميديكال لابوراتوري مثلا ان باراسايتولوجي ان كلينيكال كيمستري، ايوه. لانه طبعا بقى في سوق العمل بالذات في الخليج بيشترطوا على الشخص انه يكون مثلا البكالوريوس مثلا هيماتولوجي، الماستر هيماتولوجي، البي اتش دي هيماتولوجي. طيب فهل هناك في غيد في انه انا ميديكال لابوراتوري ممكن انا التحق باي بروجرام حتى لو ما تخصصي؟ دي واحد. الحاجه الثانيه في زول سالني في الخاص في انه هل في فرق وات يو مينز، لانك انت قلت حتتكلم عن السي في، فسال انه هل في فرق بين موضوع السي في والاكسبيرينس ستيتمنت، في فاريشن في الحته دي ولا ما في فاريشن؟ انا حاسه هعمل لكم شير للسكرين ده، انا ما اعرف هل ظاهر لك كده الشير بتاع السي في بتاعي ولا ما ظاهر لك؟ معلش. ظاهر يا دكتور. نعم. طيب تمام. طيب قبل ما نمشي السي في خلينا نتكلم عن موضوع السبيشاليتي كويس. هنا في بريطانيا
الأكثر الجامعات بتخرج زي كلية الطب في السودان الـ MPBS ده، أنت بتخرج ميديسين صح؟ هنا برضه في نفس الوقت بريطانيا بتخرج الزول بمثلا بايوميديكال أز جنرال، يعني بايوميديكال ساينس تمام؟ يلا لما تجي لو دار تتخصص مثلا، أنت لو سجلت في الـ HCBC ومثلا لما تجي تشتغل في أي كلينيكال لاب كويس، خلينا من الـ من الريسيرش لاب، في الكلينيكال لاب اول ريجستريشن انت بتبدا از جنرال بايوميديكال ساينتست، يا هو بتبدا بحاجه اسمها بان 5 تمام. البي بان 5 بتاعك بيكون جنرال بايوميديكال ساينتست، ممكن تشتغل في كل الديسيبلينز يعني، او مثلا في كل مثلا مايكرو والحاجات اللي انت قلتها دي تمام. كل ما تعمل سبيسيفيك بورتفوليو مثلا، انت لو مثلا عايز انت انترستد في الهيماتولوجيا، او مثلا في هنا طبعا البلوس ساينس بيكون فيها الكلينيكال كيمستري وفيها الكلينيكال اميونولوجي وفيها الهيماتولوجيا، يعني 3 ان 1 تمام، يعني تحت المسمى بتاع البلوس ساينس تمام. لو عايز تتخرج مثلا عايز تشتغل بلوس ساينس او مثلا هيماتولوجيست، انت لازم تعمل مثلا تعمل سبيشال بورتفوليو تمام. سبيشال بورتفوليو طبعا انت بتعمل مثلا كونتاكت مع ناس الاي بي ام اس، اكيد انت بتكون عندك ممبر شيب مع ناس الاي بي ام اس انت لما تشتغل في اي كلينيكال لاب، انت بتقول لهم يا اخي انا عايز اتخصص مثلا كلينيكال هيماتولوجي عشان اشتغل هيماتولوجيست كويس، واكون مثلا البان بتاعي بان 6، هم بيرسلوا لك بالضبط الاستراكشر بتاع البورتفوليو، عايزين منك شنو بالضبط عشان تقدر مثلا تشتغل هيماتولوجي. من ضمن الريكويرمنتس لازم تكون مثلا اشتغلت في هيماتولوجي لاب كويس، وبيكون فيها مثلا السبيسيفيك توبيك وفيها الهيلث اند سيفتي، واكيد بيكون في سوبرفايزر بينك في الشغل، وفي سوبر وفي في في زول من ناس الاي بي ام اس بيجي بيعمل ايفالويشن بعد ما تخلص البورتفوليو بتاعك ده في مجال الشغل تمام. لكن زي ما قلت تتخرج انت از جنرال بايوميديكال ساينتست تمام. اما اذا لما انت تعمل الماجستير مثلا، الماجستير بتاعي برضو كان ام اس سي بايوميديكال ساينس، ولكن مثلا في السمستر الاول عندي كومبورسري موديولز، كان في السمستر الثاني عندي كور موديولز وعندي الكتيف موديول. الكتيف موديول بيخيروه انت دار مثلا في الالكتيف موديول زاد مثلا الكريديتس بيكون اكثر، مثلا بعد الكريديتس فوق 15 الالكتيف موديول بيكون مثلا 30 كريديت تمام. انا كنت اخترت السيلولار باثولوجي، هو موضوع ناس الهيستوباثولوجي والموليكولار باثولوجي ومثلا السيتولوجي وكده، ده كان 30 كريدت، ومن الالكتيف موديول ال 15 كريدت الباقي كان في حاجه اسمها سيلولار اند موليكولار بيزس اوف كانسر. اساسا انا كنت عندي اصلا انتنشن عشان امشي الكانسر ريسيرش، عشان كده اخترت السب سبيشاليتي بتاعي كان في الـ في الـ في الـ في الـ في الكانسر، في السيلولار اند موليكولار بيزس اوف كانسر كويس. زي ما قلت لك يعني في السيمستر الثاني بيخيروك للالكتيف موديول، يا اما تختار مايكرو يا اما تختار بلس ساينس يا اما تختار مثلا السيلولار باثولوجي. الحاجات طبعا باراسايتس هنا بيكون اكثر شيء مع ناس الانفكشن ديزيز، والناس بيكون مع المايكرو بالضبط، يعني ما عندنا ماده اسمها طوال باراسايتس هنا، يعني ما من التروبيكال ديزيز هنا عشان كده. فزي ما قلت لك انه 30 كريديت بيكون اهو واحده من المواد الثلاثه دي او الاربعه، وتاني بتختار 15 كريديت يا اما مثلا جينيتكس امبرودرومكس، او مثلا بتختار هو سيلولار ميكر بيز اوف كانسر، وتاني برضو كان في زي كم ماده كده بين مادتين ولا ثلاثه كده، بس ما هم زي ما مستحضرون يعني. لكن ده اللي اما اذا مثلا حتى الواحد لو مثلا قاري مايكروبيولوجي في السودان، التخصص بتاعه في السودان مايكروبيولوجي، عادي ممكن يعني تعمل كارير تويست، يعني ممكن تقدم عادي في الكانسر ريسيرش في مثلا كبي اتش دي ستودنت. ده باختصار شديد يعني، فما اعرف اذا طب ديك ولا لا يعني. لا
لا فهمت، جبت انك انه ممكن الانسان يغير التخصص حقه عادي، بعد ذاك بتعتمد على حسب المتطلبات بتاعت البراكتس طبعا بتاعته. انا زي ما طبعا قلت ان انت ممكن تغير المجال بتاعك كوي حاجه كويس في الهوسبيتالز، زي ما قلت لك انه لازم انت تعمل السبيسيفيك بورتفوليو في التخصص اللي انت عايزه. حتى انت لو قاري مثلا متخصص مايكرو، ما في النهايه هم لما يجي يعملوا ايفالويشن للسيرتيفيكيت بتاعك، ناس الاتش سي بي سي هيشوفوا الكريدتس والموديولز اللي انت قريته، هل مثلا متوفي الشروط بتاع مثلا الكونديشنز بتاع اليو كي ديجريز ولا لا، عشان يدوك اللايسنس. طب السؤال الثاني اللي هو الفرق بين سألني واحد في الخاص، الفرق بين السي في وبين الاكسبيرينس ستيتمنت. طيب السي في زي ما قلت لك، يعني مثلا لو جينا مثلا، انا ما عارف ظاهر لكم السكرين صح، ده السي في بتاعي كان مثلا في طبعا ناس بريطانيا دي برضو عندهم يعني تمبلت معين للسي في. مثلا في السودان يعني في ناس مثلا بيحطوا صورهم في الصوره بتاعتهم في السي في وكده، هنا طبعا ما الصورة والديت اوف بيرس طبعا هنا ما بتحطهم اصلا. يعني السي في مقسم على البروفايل طبعا، تشو مثلا الكيبابيلتي بتاعك والكواليفيكيشن اللي عندك كاختصار يعني في سنتنس، تمام. بعد ذاك انت بتيجي تحط الاديوكيشن والكواليفيكيشن بتاعك، وفي نفس الوقت الساينتفك. طبعا السي في ذاته بيختلف، اذا مثلا انت عايز تشتغل في الريسيرش لاب بيختلف من انه تشتغل مثلا في الكلينيكال لاب. لو مثلا عايز تشتغل في الكلينيكال لاب ولاقي جوب انت مثلا في الان اتش اس، مثلا في الكلينيكال كيمستري لاب، ما ممكن انت تيجي تاخد له مثلا الريسيرش بتاعك انك عملت ريسيرش في شنو. دايما انت بتعمل تارجت للاكسبيرينس بتاعك في الكلينيكال كيمستري مثلا، تمام. او ساينتفك ورك اكسبيرينس بتاعي مثلا كاوين، تمام، واللابوراتوري سكيلز. انا كنت مثلا اللابوراتوري سكيلز اللي انا عندي كان شنو مثلا، من ضمنهم كان وسترن بروتين بي سي ار مثلا، جل بريميشن كروماتوجرافي والبيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي والحاجات التكنيكس يعني. و اي لابوراتوري بروجكت السي في بتاعه طبعا تارجت للريسيرش بروجرام كان يعني اصلا، عشان كده انا اكثر الحاجات كنت اخذتيه كريسيرش سيكتور. لابوراتوري بروجكت، البروجكت اللي انا عملته كان في الام اس سي، كان شنو العنوان بتاعه، كان عن مثلا مايكرو فيزيكلز، وفي نفس الوقت برضه الفاينل اير بروجكت بتاعي كان عن شنو برضه، والتكنيكس اللي انا اشتغلت فيه وشنو كان، التايتل بتاعه كان رول اوف ترانسبلون بتاع تمينيز تو ان ميزوثيليوما سيلز اند ستريس ريسبونس تو اسبستوس. ده كان البحث بتاع البكالوريوس. بتاع الماجستير كان عن investigating the production of microvesicles by endometrium cells، تمام. بعد ذاك انت بتاخد الكوميونيكيشن سكيلز بتاعك والاي تي سكيلز. طبعا اي شغل هنا ريسيرش ولا مثلا كلينيكال لاب لازم تكون عندك اي تي سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز. بعد ذاك بتخد مثلا اي بروفيشنال ديفلوبمنت بروجرام انت عندك، مثلا انا كنت عندي ليدر شيب بروجرام، وعندي الكارير منتور سكيم في بامريكا ساينس، وعندي مثلا الهيلث اند ويل بينج ريسيرش اند انوفيشن بروجرام. بعد ذاك الريفري بتاعك، ده السي في. السي في الاستراكشر بتاعه طبعا انت بتاخد الساينتفك ورك اكسبيرينس، بتاخد يعني كل السكيلز اللي انت عندك. اما البيرسونال ستيتمنت زي مثلا هنا البيرسونال ستيتمنت هو ما زي السي في، يعني هو يعني لو جينا قلنا انه قريب من السي في، لكن بتتكتب كسنتنسز، تمام. يلا في البدايه بتيجي تتكلم مثلا عن شنو، عن الانترست بتاعك، انك يعني ليه عايز مثلا الكانسر ريسيرش، ليه دار تبقى مثلا
زي ما قلت مثلا ده فوق بروفيسور بتاع مثلا مليكولار باثولوجي ليه شنو انت بتجيب له مثلا اي سبب انت انترست في شنو مثلا يعني حصل ليه قبل كده مثلا في زول من عائلتك مثلا الله يقدر جاته كانسر ولا تعالج وانت شفت الستروجلز مثلا بفبري بعد البري والبوست تريتمنت بعد ذاك انه بتتكلم عن الانتنشن للبي اتش دي بتاعك شنو مثلا هنا تمام مثلا انت عندك اكسبيرينس شنو تمام وير مثلا هنا انا قلت شنو ماي انتنشن توورد البي اتش دي ريسيرش كارير ان اونكولوجي انترست ديورين ماي هيلث high education science level 3 diploma where I developed excellent knowledge about the human body and how immune system functions against the pathogens تمام بعد ذاك جيت اتكلم عن البكالوريوس بتاعي كان عن شنو throughout my PSC انا قريت شنو وتعلمت شنو مثلا يعني throughout my PSC and MSc in biomedical science I found my interests mainly within cancer-based topics such as مثلا cellular pathology و tumor immunology والحاجات دي تمام بعد ذاك البراغراف الثاني انه انت بتتكلم انه مثلا انت لو اديتوني ال PhD fund ده مثلا او الماجستير ده مثلا I would appreciate the opportunity to join a PhD research project in cancer which will provide me with the knowledge and future skills required in oncology. تمام؟ The PhD program will enable me to develop my experience of laboratory techniques utilized in analysis of major cellular cancer specific changes including الحاجات مثلا cell culture, التكنيكس كله. تمام؟ بعد ذلك انت بتجي توريهم انت gain دي شنو في الاندرغرادويت والماجستير بتاعك. تمام بعد ذاك اي حاجه انت قبل كده عملتها مثلا انا الليله عملت التوكس مثلا في زوم ده مثلا ممكن تيجي توضح لهم انك مثلا انت قبل كده عملت شنو I have also shared my UK academic studies throughout biomedical science during lecture مثلا في اي حته انا قبل كده عملت مثلا كنت عملت ليكتشر في النايل كوليدج او النايل يونيفرسيتي في السودان تمام مثلا including scientific writing and biomedical sciences العنوان اللي تقدمته I believe this contribution has developed my communication skills and enabled my interactions with academics and students through effective communication and teamwork skills تمام بتوريهم انه teamwork skills بتاعك والcommunication بتاعك throughout the talks اللي انت قدمته قبل كده في اي حتة حتى اذا virtual ولا مثلا انت كنت student ambassador في الجامعة ولا مثلا كنت course rep في الجامعة وكده يعني بعد ذلك تتكلم مثلا عن الحاجات اللي انت عندك غير skills غير الاكاديمية صحيح مع الاكاديمية انت عندك شو مثلا beyond the academic field I have a real passion towards this, maintaining an active lifestyle where I enjoy playing football, مثلا أي hobbies بتاعك. تمام؟ بعد ذاك بتيجي تتكلم عن شنو؟ عن إنك مثلا هتقدر تعمل manage كيف بين مثلا الماستر بتاعك مثلا مع اللايفستايل أو مثلا لو أنت عندك part time job. كويس؟ مثلا هل أنت عندك commitments ولا ما عندك commitments؟ في النهاية تختم بحاجة مثلا اسمها تختم بتوريهم انه يا اخي انت لو اديتوني مثلا I have the skills بتوريهم انت عندك شنو and the knowledge required and I know that I am capable of performing excellently in this field being accepted لو انت اديتوني offer that means that I will be able to move towards accomplishing my career aims and I look forward to studying and pursuing a PhD program in cancer at your research institute. يعني زي ما قلت لك انه شنو انت بتوضح البيرسونال ستيتمنت بتاعك كجمل وك in details تمام لكن السي في طبعا مختصر يعني الحاجات اللي انت عندك وكده فدي واحد كانت واحده من الاكزامبلز بتاع يعني أظن لو وضحت
الو اي السؤال برضو الطرح من قبلي السيستم بتاعكم في بالنسبه للماستر ديجري. انت قلت طبعا في زي ثلاثه انواع من الام اس سي سي، لو دارين نعرف انه هل عندكم مثلا الماستر بنظام اللي هي ديزرتيشن ولا النظام بالببليكيشن، يعني when you obtain this degree، هل في يعني برضو حديثا دخلت بعض الجامعات نظام الببليكيشن، لكن يقول انه مثلا الطالب مرات لعشم الفيزا كارت والسبمشن للبيبر مرات بياخذ ديلينج وكده، فبيقوا معولين على موضوع الجراديويشن بالديزرتيشن ويكون في ديفنس للسيسيس. فانتوا اي نظم بتعملوا في البارت بتاع الماستر او نفس الشيء بالنسبه للبي اتش دي؟ ايوه نفس الشيء. البي اتش دي طبعا هو بيكون زي نجي ناخذ البي اتش دي. البي اتش دي ما اصلا هو شنو؟ ثلاثه لاربع سنوات اكيد لازم انت يكون عندك الثلاثه او الاربع سنوات ده اتليست يكون عندك ببليكيشنز يعني. تمام، حتى لو واحد يعني، فلا بد من الببليكيشن في البي اتش دي يعني. وزي ما قلت لك انه السنه الاولى طبعا هو بيكون الانفيل، والسنتين الباقيات طبعا ثلاثه سنه بعد ذاك. السنه الاخيره دي سنه الكتابه، عندك فول اير للكتابه بتاع التيزز بتاعك، بعد ذاك عندك الفايب او المناقشه. تمام، لكن ممكن انت في الثلاثه سنوات ده ممكن انت تكتب، تكون بتكتب وتكون يعني في نفس الوقت شغال اللاب ورك بتاعك يعني. يعني ممكن يعني حسنا في السنه الثانيه لكن قطعت شوط كبير في الكتابه يعني، في التيزز رايتنج بتاعي يعني، لانه ما داري اتاخر يعني سنه كامله للكتابه. وفي نفس الوقت انت لو لقيت داتا كويس ممكن تعمل ببليكيشن يعني. تمام، ده في البي اتش دي، لكن اكيد طبعا لا بد منك تعمل ببليكيشن في البي اتش دي بتاعك. اما في الماجستير انت ما مطالب انك تعمل ببليكيشن، وبتكون عندك طبعا ديزرتيشن. ديزرتيشن ده زي ما انا قلت لك يعني، مثلا الماجستير العادي ماستر اوف ساينس هو ثلاثة سيمسترات. السيمستر الأول والثاني يا هو الموديولز والكورس ويركيز والكورس بتاعك. تمام، السيمستر الأخير بيكون مثلا لاب بيزد بروجكت. تمام، أنا كنت شغال على الإندوماتيريوم سيلز، تمام، عن حاجة اسمها مايكروفيزيكلز. تمام، يلا بكون أخذت 6 أسابيع في اللاب، سيل كلشر ومثلا الترا سنترفيوجيشن وويسترن بلوتين وميونيش هيستوكيمستري، شغلي كله كان عن الحاجه دي. كنت عندي انتي بوديز معين بشوفهم يعني، كان سي دي 81 وسي دي 63 اظن. فتمام، بعد ما خلصت اللاب ويرك بتاعي 6 اسابيع، كنت عندي 3 اسابيع للتيزز بتاعي عشان اكتب التيزز رايتنج. لكن في نفس اللحظه كنت قاعد اكتب واشتغل يعني. 3 اسابيع ده بكون ما انف، لانه مرات انت بتكون عندك بروف ريدنج وما بكون لازم يكون ما بليجرايز كلام زي ده كويس. بعد ذاك انت بعد ما تعمل سبميت، بعد ذاك انت عندك فايبا يا هو المناقشه. يكون المناقشه طبعا يكون عندك اكسترنال اكزامينر وانترنال اكزامينر. السوبرفايزر بتاعك طبعا ما بيحضر اصلا يعني. الانترنال اكزامينر بيكون من الجامعه، الاكسترنال بيكون برا الجامعه، او مرات من داخل الجامعه لكن مثلا من تخصص مثلا فارماكولوجي مثلا، يكون عنده علاقه بالفيلد بتاع الساينس يعني. فبالمختصر المفيد المختصر سمرايز انه الماجستير ما مطلوب انه انت تعمل ببليكيشن، الا انت لو لقيت داتا كويس انت بينك وبين السوبرفايزر بتاعك. السوبرفايزر بتاعك لو اقتنع انه انت لقيت يعني لقيت لكم حاجه كويسه انه ممكن الداتا بتاعنا ده تبقى ببلش، عادي واي نوت يعني، ممكن عادي هو ذاته انه يساهم في الببليكيشن يعني. اساسا البروجكت اللي هو بيديك له ده بيكون رانينج بروجكت في الجامعه اساسا، لكن انا ما الماستر بتاعي ما ببلشت يعني، لكن كانت فيها تيزس كويس. فهو ده ممكن انا اوريكم مثلا في الشير سكرين دقائق بس معلش اوريكم ايوه
ايوه ده التيزس بتاع الماجستير بتاعي كان، يعني ما اعرف ظاهر ولا ما ظاهر عندكم، لكن هو كان ذا برودكشن اوف مايكرو فيزيكلز باي اندوماتيريوم سيلز. طبعا هو زي ما قلت لكم التيبل اوف كونتنتس، بعد ده كان في الابستراكت الانترودكشن والليتريشر ريفيوز، تمام، كله على الاندوماتيريومز وال مثلا المنشل سايكل، كانت عندها علاقة طبعا بال، وبعد ذاك الـ aim of study، تمام، وكان فيها مثلا الـ materials and methods، الـ material كله، بعد ذاك الـ instrumentation اشتغلت بيه، بعد ذاك بيبدأ الـ methods بتاعك. الـ methods طبعا بيكون in details برضه، يعني الـ culture condition، كنت شغال cell culture والحاجات دي يعني، والمثلا البي سي اي بروتين اسي عشان اقدر اعمل رن للجلز، يعني كنت شغال بالوسترن بروتين اس دي اس بي، تمام. بعد ذاك السكشن بتاع الاميون هيستوكيمستري، وفي نفس الوقت برضه ان ديتيلز بعد ذاك الريزلت سكشن بتاع الريزلت في البي سي اي بروتين اسي، تمام. بعد ذاك في الوسترن بلوتين ايميجز، طبعا فيها لكن ما الداتا بتاعنا ما كانت كويسه عشان تعمل ببلش، تمام، فلانه ما اشتغل لنا اساسا، يعني هو اشتغل لكن هو لقينا سيجنالز، لقينا بانز، لكن برضه ما يعني الببلكيشن ما بتطلب منك لازم تريبيت، يعني احنا كنا عندنا تايم ليميت يعني، تمام. برضه عندنا الصور بتاع الميون هيستوكيمستري which I gave very good signals، تمام، لو لاحظنا هنا الاكسبريشنز، تمام. فبعد ذاك هو الديسكشن بارتي، تمام. الديسكشن برضه مربوط بالليتريشرز، يعني لازم تجيب مثلا الليتريشرز انه اي بيبر فاوند حاجات زي ده وقريب من حاجاتك، يعني اجريز او مثلا ديساجري مع الشغل بتاعك. بعد ذاك في الكونكلوجن والفيوتشر ويرك، تمام. بعد ما تعمل صوت طبعا فولي ريفرنسيد وبليجرزم تشيك واي شيء، بعد ذاك انت طبعا بتعمل سبميت، نظام السبميشن ده يكون الكترونيك سبميشن، في تيرنتين سبميشن، تيرنتين ده هو نظام بيعملوا تشيك للبليجرزم، وفي البليجرزم هو الكوبي بيست يعني. بعد ذاك في الالكترونيك سبميشن في الهارد كوبي برضه. بعد ذاك برسوليك انه يا اخي برسوليك ايميل انه المناقشه بتاعك مثلا يوم كده، بتجي بعد ذاك الفايف بتاعك بتعمل ديفنس للمشروع بتاعك. ده كان في الماجستير كويس. اما للبكلاريوس برضو موجود هنا، كان حاجه اسمها ذا رول اوف تي جي 2 ان ميزوسيليوما سيلز ان ستريس ريسبونس تو اكتينولايت اسبستوس، تمام. فما اعرف في شويه كده، ايوه بتاع عشان بي دي اف، ونفس الشيء يعني نفس فكره الماستر، مش نفس ده؟ فكره الماستر عندك ويرد كاونز برضه كويس، فنفس الفكره، نفس الفكره يعني. فده الماجستير الام اس سي يعني ال 180 جريد، لكن مثلا لو امرز بيكون في اثنين بروجكت من نفس الطب زي ديل، واكثر حاجه بيكون براكتيكال شغل لابس، وبتكون عندك 2 3 موديولز بس، يعني بتكون زي بروفيشنال ديفلوبمنت اكثر حاجه. طب بالنسبة للتوضيح الأمر، طبعا دار الكلام اللي ذكرته أوريك السيستم عندنا مثلا في السودان عشان تعمل أدفايس بالنسبة لل، يعني إحنا بالنسبة للآي بي إم اللي هو أنت قلت نون جوفرنمنتال، حاجة منفصلة تقيم الأكريديشن بتاع أي سيلبس أو كورسز بيعمل في الجامعات. هنا نحن العملية دي بتتم كيف؟ إنه بيكون في مقترحات مثلاً من بعض الجامعات، والجامعات دي بترفع إجازة الكورسات أو الكليات المعينة وفقاً للسيلابس للتعليم العالي، يعني الحاجة دي وفقاً بتاخذ الأمبريلا بتاعت التعليم العالي، تمام؟ التعليم العالي بيقوم بيعمل سيلكشن، مثلاً عندنا مثلاً بعض الأسماء، مثلاً البروفات مثلا زي بروف نصر الدين مثلا، بروف السير ابو قرون في المايكرو، بيختاروا نفس يعني مجموعه من البروفات
واحيانا للاندر جرادويت بيكونوا مرات احيانا الناس حملت بيت شديد يعني. طبعا هو الاصل المفروض يكون فيه برضو بنفس السيستم بالنسبه للماستر لتقييم الكليات والمناهج يختاروا مثلا بروف سناء بروف الكرسني بالنسبه للتعليم العالي وبقوم يقيموا المناهج بتاعت الكليات دي يقارنوها ويشوفوا الكورسز والكريديت اور والحاجات دي الكوليكولوم عامه ويقوموا عملوا مداخلات ومن بعد ذلك تجاز دي المناهج ده زي نفسي الفهم بتاع الاي بي ام بيكون عباره عن لجان كوميتي تحت امبريلا لوفق المناهج للتعليم العالي وكان برضو فيها بروف حمودي تقريبا من جامعه السودان بالنسبه للجانب الثاني بالنسبه للهيلث كير دي احنا عندنا طبعا يعني عندنا زي مشاكل مع وزاره الصحه في المسميات ايوه الو فعندنا يعني زي فانفصلنا تبع قانون كنا نتبع لوزاره العدل ايوه تسمعني صوتي واضح ايوه سامعك ايوه استاذ سامع يعني كده واضح سامعك ايوه سامعك واصل فانفصلنا طلع قانون نتبع لوزاره العدل وانفصلنا وبقينا المجلس المهن يعني بقى عندنا مسمى ال HCBC اللي انت بتتكلم عنه اصبحنا ليس تابعين لوزاره الصحه انما مجلس مهني طبي بيلم كل الكوادر الطبيه اللي هم الصوت ايوه انا فهمتك السؤال بتاعك واضح الأسئلة بتاعتك دي ألو بروف عبد الله معليش أنا ما سامع صوت دكتور نادر شوية اختفى لكن هو المهم من ضمن الأسئلة اللي هو سأله يعني الأسئلة بتاعته it will take me to our recent lectures أنا ودكتور الفاتح أبو البشري ودكتور ياسين كنا قدمنا محاضرة عن الـ Developing Medical Laboratory Science in Sudan as IPMS references تمام فهو ذكر عن موضوع المناهج والحاجات دي انه بتتخطى عن طريق البروفات او الجامعات مثلا في التعليم العالي فهنا في UK اكثر الحاجات دي المناهج دي بتوضع عن طريق الـ IPMS يهو الانستيتيوت اوف بايوميديكال ساينس كويس يعني ما 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 في شخص مثلا قلنا دكتور نادر ولا دكتور عبد الله ولا دكتور الفاتح ما ممكن يجي يحط لهم منهج كده براهم مثلا يدرسوا بيونا جامعه الخرطوم ولا يدرسوا بيونا فديل عندهم هو الانستيتيوت المعين ده المناهج تطلع منه في المختبرات الطبيه تمام او عندهم لينك مع ناس ال HCBC وبده الديجري اكريتيشن لل مثلا للجامعات او مثلا الهاي ادوكيشن يعني من ضمن الحاجات اللي هم مثلا جاي بروفايد مثلا في الادوكيشن بيقوم شنو بده ديجري اكريتيشن بده الديجري اسسمنت والادفانسد كواليفيكيشن وهاي عن اكسبيرت كواليفيكيشن وسبيشاليست كواليفيكيشن وتريننج لابوراتوري تريننج لابوراتوري ده بيعمل لينك طوال مع ال HCBC او الهيلث اند كير بروفيشنال كونسل ال هيلث اند كير بروفيشنال كونسل والاي بي ام اس بيقوم بيدربوك عشان تاخذ الريجستر عشان تو جيت ريجستر از ا بايوميديكال ساينس فهنا المسؤول من الحاجه دي كلها اسمها الاي بي ام اس فإذا نحن قلنا طبعا أنا قبل ما أجي أرجع أنا كنت في إجازة في السودان ففي الأيامات دي يعني ما شاء الله في 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 جمعية كده دارين يعملوا اسمه جمعية استشارية المختبرات الطبية فكنت حضرت معاهم أول ميتين والمفروض الليلة كان يكون في زوم ميتين لكن الوقت اتأخر لو في تايم ممكن أخش معاهم بعدها فهم كانوا يعني زي working very hard يعني عشان يعملوا الجمعية دي وبعد ما يتعامل الجمعية دي ممكن الناس تتفاكر
وتعمل البروبوز قبل كده. احنا عملنا في المحاضرة الفاتت انا ودكتور ياسين وكان معي دكتور الفاتح, عملنا كان زي مثلا بروبوز نيمز. لو نحن مثلا طبقنا موضوع مثلا الاي بي ام اس ده في السودان, قلنا عملنا مثلا قلنا شنو السودان انستيتيوت اوف ميديكال لابوراتوري ساينس, المفروض نكون عندنا انستيتيوت معين في السودان, يعني هو مجلس المختبرات الطبيه في السودان, عشان نقدر نعمل فيه مثلا ديجري اكريديتيشن وديجري اسسمنتس للجامعات الكريكولمز والحاجات دي. وممكن يعني نكون عندنا مثلا كونغرس او مثلا كونفرنسز كل سنه, تمام, وبيكون مثلا ادفانتجز اوف اي ام ال اس كونغرس زي ما قلنا. فالحاجه دي ممكن دكتور الفاتح لو معانا في اللايف ده ممكن يوضح لنا موضوع الجمعيه دي باختصار شديد يعني, والناس دي وصلت وين. لكن ان شاء الله في الايامات الجايه دي في اخبار كويسه يعني عن الجمعيه دي. الفاتح شايف رافع ايده, اعملوا له ام ميوت يا ابو رفع عبد الله. السلام عليكم. السلام دكتور. شكرا دكتور محمد على الفرصه, اذا عندي ممكن اتكلم. تفضل اذنك معك. الله يكرمك, جبنا محاضرتك ذاته الفاتح بالسكرين عشان تشوف. شكرا دكتور محمد, وشكرا لكل المنظمين دكتور نادر ودكتور انور ودكتور ياسين, يعني مجهود مقدر جدا, وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. أنا ما عندي كلام كثير أقوله, يعني حتى الاجتماع هناك تأجل لأنه لقينا أنه دكتور محمد يعني جاي بيقول كلام مهم جدا, فخلينا أنه يكمل المحاضرة الجاية لأنه الناس تستفيد أكثر إن شاء الله. لكن ممكن أنت توضح للناس يا دكتور, تجوي ناس وفي نفس اللحظة توضح لهم موضوع الجمعية دي في اللايف ده يعني, ف all yours يعني. جداً. أنا مداخلة بسيطة, هو بالنسبة للجمعية الحالية بدل الناس شغالين في السودان, زي ما الناس ذكروا أنه في جسم مفقود يعني في السودان, يعني هسي قبل شوية سمعت الدكتور نادر بيتكلم عن اعتماد المناهج, في الغالب قاعد يكون لجان في التعليم العالي, ربما تكون لجان مؤقتة أو دائمة, لكن هي في النهاية إما تتبع للتعليم العالي أو تتبع للجامعات أو كده, فدي واحدة من الحاجات المفروض يعملها جسم مستقل زي الـ IBMS في بريطانيا. فالجسم المتخصص ده في السودان ما موجود, بالجسمية الطبية قائم بدور كبير جدا, ويعني هو يمكن يكون أقرب للـ HCBC. فحاليا الجمعية الناس ساعين أنه يعملوه أنه يكون في جمعية أكاديمية مستقلة ما عندها أي أهداف سياسية, تكون أهداف أكاديمية فقط, وعلى نفس الفكرة بتاعت الـ IBMS وعلى نفس الفكرة مثلا في كندا برضه موجود نفس الجسم ده. الجسم ده هو بيعمل زي رابط ما بين الجامعات وما بين وزارة الصحة وما بين الـ IBMS, الثلاثة جهات الموجودة, فهو بيعمل رابط, وفي الغالب بيكون يعني يتبع لجهة ما عندها علاقة مثلا ب الحكومة, يعني مثلاً على الأقل ما عنده علاقة بالتعليم أو الجهة المخدمة, فهي بتكون يعني جمعية مستقلة خالص. وحالياً بدوا الناس يعني بيجهزوا في الدستور وبيجهزوا في الأهداف, وتقريباً أنا أتوقع أنه في الأيام الجاية يبدأ العملية بتاعت التسجيل. النظام الأساسي سجل غالباً هاي في المنظمات العون الإنساني على أساسه زي وزي أي منظمة تطوعية, دوره أنه يقدم المشورة, يقدم البوليسيس, وموجود زيها مثلا في يعني زي الجمعية الهندسية, يمكن يكون أقرب يعني جسم موجود حاليا, يعني زي ما موجود طبعا في أقسام كثيرة في السودان, لكن كل جسم عنده دور مختلف من الثاني. وإن شاء الله أتمنى أنه الناس تتوفق والمجهودات دي كلها تصل, والناس دي كلها بالمناسبة يعني adding to your point إنه قسم الناس للجان, في لجنة مسؤول مثلا من النظام الأساسي أو الجمعية, في لجنة مثلا مسؤول من
من مثلا اللي اسمه شنو الاكسبيرينس بتاعت الدول الثانيه. كويس معايا هو دكتور الفاتح وانا وفي ياسين وفي ناس مثلا مسؤولين، يعني المهم المقسم على لجان، وزي ما دكتور الفاتح ذكر انه الايامات الجايه دي هيكون في ان شاء الله يعني في جود نيوز. يعني هي فيها اربع لجان، يعني فيها لجنه التسجيل في المفوضيه ولجنه وضع النظام الاساسي والدستور ولجنه التجارب وفي لجنه المجالس، وكل لجنه حاليا فيها عدد من الناس، وحتي مفتوح انه اي واحد من الشباب يفكر انه ممكن ينضم لاي واحد من اللجان يساهم باي فكره باي راي، مرحب به ان شاء الله. انا عندي سؤال معلش قبل ما اختم، انا معلش ما حضرت كل المحاضره، لكن عندي سؤال مثلا بالنسبه للفتره بتاعت البي اتش دي، لما الواحد يكون بي اتش دي ستودنت، هل كل الفتره بيقضيها الطالب مثلا بيكون عملي فقط، ولا في جزء تدريس، ولا عنده ادوار اخرى؟ يعني الحاجه الثانيه برضو اظن عرفتها منك قبل كده، انه يعني عشان الواحد يكون تيتشنج ستاف لازم يكون حاصل على تيتشنج فولو، فالفولو ده باخده من وين؟ يعني هل لانه مثلا احنا النظام في السودان اللي بيجي فارس بيلقى فرصه بتعين مساعد تدريس، وفي النهايه بيترقى محاضر لحد ما بيلقى بروفيسور، لكن يعني ما في شرط انه لازم الواحد يكون تيتشنج فولو او كده. صحيح حاليا بقت في فرصات للحصول على تيتشنج فولولوجي من وقت لاخر، لكن هو اوريدي بيكون انفولد في التدريس قبل ما انه ياخذ الفولو يعني. طيب ايوه طيب دكتور فاتح، شكرا على المداخله. تكلمت عن الجمعيه واللجان والنظام الاساسي والمناهج، فالمهم زي ما السؤال بتاعك عن البي اتش دي، زي ما قلت لك انه 20% منها تيتشن بتدرس انت كاز تيتورز، و 80% هو الريسيرش. تمام. اما التيتشن فولوشيب انا حاسس السنه دي، السنه اللي فاتت في السنه الاولى بتاع البي اتش دي بتاعي، عملت حاجه اسمها البراتفورد فولوشيب في التيتشن، يعني ده بيأهلك انك تلقى مثلا جوبس از تيتور في الجامعه، فانت لو ما عندك مثلا الفولوشيب ده ما هتقدر تدرس مثلا، انت ما هتبقى لكشرر تمام، ولا هتبقى مثلا سينيور ليكشر، لكن بتجي مثلا شنو ولا تي اي حتى، يعني بتكون مثلا زول تيتور عادي يعني تيتور. تمام. ف دبل بالفولوشيب. اما اذا مثلا انت عايز اصلا تبقى سينيور ليكشرر، لازم انت تكون شنو عملت 6 بوست دوك بوزيشن من ديفرنت 6 ديفرنت انستيتيوت، يعني من كل 6 بوست دوك، لكن شنو من ما يكون في نفس الانستيتيوت، يعني يكون ديفرنت انستيتيوت عشان تبقى مثلا سينيور ليكشر في اي جامعه يعني. تمام. بعد ده طبعا الرانك بتاعنا بيبقى ليكشرر سينيور ليكشرر بوست دوك ليكشرر سينيور ليكشرر، ثم بعد ذاك ريدنج وبروف، يعني عكس مثلا ناس امريكا اسيستنت بروفيسور مثلا اسوشيت بروفيسور والحاجات دي يعني. فزي ما قلت انه لازم البوست دوك بوزيشن بتاعك يكون مثلا من 6 محلات مختلفه انستيتيوتس مختلف عشان تلقى، ومن مثلا من الحته ذاته هاي امباكت يعني ما يكون مثلا من حته مثلا الجامعه مثلا او مثلا الانستيتيوت بتاع الريسيرش يكون مثلا اقل ليفل يعني. تمام. وسؤالك عن التيتشنج فولو، في حاجه اسمها الناشونال تيتشنج فولوشيب، ده أظن لو أنت بحثت في النت بتلقى، لو عملت لازم تعمل الحاجة دي برضو مع البوست دوك بوزيشن عشان تتعين مثلا كسينيور ليكشرر في الجامعة، بالإضافة طبعا لازم تكون عندك بي اتش دي، ما بماجستير يعني، تبقى ممكن تبقى برنسبل ليكشرر بالماجستير وتكون عندك مثلا ناشونال تيتشنج فولو ده، وتكون عندك اكسبيرينس يعني. انا بتذكر في ماده الفارماكولوجي في البكالوريوس كانت في واحده هي اساسا كانت فارماسيست وعندها ام فارم، وفي نفس الوقت كانت شغاله بي اتش دي يعني، لكن هي عندها اكسبيرينس كتير، وكانت عامله
الناشونال فولوشيب، ذا تيتشينج فولوشيب، وكانت بتجي از ا برينسيبال ليكتشر، يعني ما كان سينيور ليكتشر، بتدينا مواد معين. كانت ما اعرف الاجابه واضحه ولا واضحه كثير بالفاتح. أظن خلاص تاني ما في أسئلة، بعد ده نقفل. عبد الله عثمان جدا شكرا. في سؤال حرسله عليك إن شاء الله بدل من اللايف، حرسله عليك في الخاص يا دكتور نادر. في سؤال؟ معلش ايوه في سؤال يا دكتور، الان اديته دكتور نادر حيقول لك السؤال. طيب ما أعرف دكتور نادر لعله مشغول، فهو السؤال يبدو أنه مكرر، اللي هو بيتكلم عن البيزك ميديكال ساينسز تخصص المايكروبيولوجي. سؤال في جيف اللايف على الفيسبوك يقول من أين نبدأ في بريطانيا وشنو الخيارات المتاحة، ويبدو أنه أنت عجبت على السؤال ده، لكن لعله هي جاءت داخل الأخت اللي سألت السؤال. فبس يعني باختصار كده دقيقة دقيقتين لو قلت لنا. هي أظن اسمها سحر مش Basic Microbiology from Underma Islamic University since 1998. No experience in the field. What is the best options to continue in UK? Yes, exactly. طبعا زي ما أنا قلت أهم حاجة experience. إذا مثلا الواحد إذا دار يشتغل في UK as a biomedical scientist لازم تكون عاملة مثلا هي يعني لازم الواحد يكون شنو يكون عنده experience work. يعني مثلا أكيد يعني العلم ذاته بيكون اتغير من 1998 لغاية 2020 أو 2021، يعني فبكون في advances في التكنيكس، ما بكون مثلا شغالين مثلا بال conventional techniques صح. فلازم يعني الواحد يعني أنت لو عايزة مثلا تشتغل هنا لازم تكون عندك recent experience work في الميكروبيولوجي تكنيك تمام. أو مثلا لو أنت عايزة ممكن تخشي تعملي ماجستير في المايكرو وتبحث عن جوب يعني، لكن لابد من أنك تكون عندك recent job يعني في الفيلد عشان تقدر تشتغل يعني. My advice to you إنك لازم يعني أول شيء تشوف experience work. ممكن تلقي في أي industry volunteer في microbiology technique، في مثلا في لعبات بتاع microbiology ممكن عادي تعمل volunteer، وكده بكون CV بتاعك برضو يعني recent reference بكون بتاعك، مثلا بكون عندك microbiology technique من أي شغل يعني، لكن لابد انك تكون عندك ريسنت جوب او ريسنت اكسبيرينس. اشكرك جزيلا دكتور محمد، يعني حقيقه الموضوع واضح جدا انه يمكن دكتور محمد يتكلم عن بريطانيا ومجال علوم المختبرات الطبيه فيها، وركز حسب خبرته في بريطانيا، لكن انا برضو اؤيد كلامه بانه المساله دي تنطبق تكاد تنطبق على اي مكان ثاني. طبعا يعني احنا تكلمنا حتى عن الناس اللي عايزين يمشوا امريكا، الناس اللي عايزين يشتغلوا في الخليج، الناس اللي عايزين يشتغلوا داخل السودان. اي طالب لما يتخرج مفترض يحدد التراك تماما ويعرف انه ايه هو اللي بفيده، اذا كان هو قرر انه يمشي في مجال الدراسات العليا او اذا مشى في مجال الدبلومات المهنيه، ويتاكد بالضبط انه الحاجه اللي بيختارها هي اللي تتناسب مع المستقبل الوظيفي اللي هو يفتش عليه. المسألة ذكرها دكتور محمد أكثر من مرة اليوم في اللقاء ده، اللي هي
الأوبن دايز اللي بتتعامل في الجامعات في أوروبا وفي أمريكا مهم شديد، تختلف تماما من الأوبن دايز اللي نحن بنعرفها في جامعاتنا السودانية. صح صح. كنت مرة في جامعة إيراسموس في هولندا، وبعدين كان جمر فيه حاجة اسمها الهاير فوكيشنال سكول، اللي هي بتعمل دبلومات، يعني بتطلع تكنيشنز، يعني هايلي كواليفايد تكنيشنز في مجالات مختلفة. كان عندهم إعلانات كاتبين عندهم أوبن داي، فقلت خلاص دي فرصة. كان يوم السبت مأجزين، قلت كده نمشي نتفرج، وتخيلت حلقة الأشياء اللي أنا بلقاها في الأوبن دايز اللي نحن تعودنا نشوفها في الجامعات. اللي حصل كالآتي، أنا دخلت لقيت إنه الأوبن دايز عبارة عن سمول، يعني ستانس كده، وبيكونوا قاعدين فيها، وفيها شوية بروشورز، وبيجوا أولياء الأمور، وبيجوا الطلبة اللي لسه ما قدموا على الكلية، عشان الكلية هتدرس شنو، والواحد هيتخصص في شنو، هيشتغل وين، وهياخد كم. يعني هو بيخطط قبل ما يدخل الجامعة لموضوع الكارير وموضوع الوظيفة. فلذلك احنا انا انصح جميع الخريجين انهم ما ينجذبوا لأي برنامج مباشرة بدون ما يخططوا تخطيط جيد انه ايه هو المقصود من البرنامج ده، اذا كان ماجستير، او اذا كان تسجيل في مثلا في بورد، او اذا كان تسجيل في اي مجلس طبي. لابد تعرف بالضبط انه انت عم تعمل كده ليه، ايه هو انت المستهدفه بهذا التدريب. وانا افتكر ان الدكتور محمد الليلي ادانا فكره ممتازه جدا عن بريطانيا وعن تجربته، وانا اشكر جزيل الشكر، واشكر برضو جميع الاخوه اللي شاركونا في الزوم ميتين، وشاركوا بالاسئله على الشات، او شاركوا بالمداخلات، واشكر كذلك الاخوه اللي حضروا معنا اللايف في الفيسبوك وكتبوا بعض الكومنتس والملاحظات، وبدوا حطوا بعض الاسئله، ونتمنى انه يكون قدرنا نحن اليوم مع الدكتور محمد نديكم فكرة عن فعلا مستقبل المختبرات الطبية وخريجي المختبرات الطبية في بريطانيا، فعلا بين المراكز البحثية وبين العمل في الخدمات الطبية. أشكر دكتور محمد جزيل الشكر، أشكر الإخوة في المجموعة، وأشكر مجموعة الباحثين على هذه الانيشيتيف، أشكر دكتور نادر على اهتمامه، دكتور ياسين، وكل الإخوة اللي شاركونا، والشكر يعني من قبل ومن بعد يرجع لله سبحانه وتعالى انه هيئ لنا هذه التقنيه حتى نجتمع معاكم ونستفيد من خبره الاخوه الموجودين. وافتكر يا دكتور محمد احنا هنختم الان، ونستودعكم الله، وشكرا جزيلا على حضوركم. مع السلامه. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، الله يبارك فيك. شكرا دكتور محمد، كان كلوز لايف بعد.